السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا دكاترة في رحلة جديدة من الرحلات الجميلة اللي مشيناها في الموديول بتاعنا Coagulation Clinic Module. عندنا النهاردة توبك اسمه Reversal of Anticoagulant. احنا كنا خدنا قبل كده مجموعة من التوبك في الموديول بتاعنا، بدأنا بالإنترودكشن الجميلة اللي هي كانت تقريبا تلت الشابتر أو أكبر جزء من الشابتر بتاعنا، ثم انتقلنا إلى الأنتيكوagulant in atrial fibrillation ومنه إلى VTE treatment ثم الى الفيتي بروفلاكسس. كنا اخدنا محاضرتين في الاتري فيبريليشن، فكده تجاوزنا تقريبا 5 محاضرات. اليوم ان شاء الله عندنا المحاضرة الستة بعنوان ريفيرزل اوف انتي كواجولانت. عاوز ابدا البداية بتاعتنا يا دكاترة بان اقول ان المحاضرة بتاعتنا دي بيتم دراستها باكتر من وجهة مختلفة. هنتلاقيها مثلا في بورد الكريتيكال كير بيتم دراستها بعنوان مانجمنت اوف كواجولوباسي، وبرضه بيتم دراستها في بعض كتب الكريتيكال كير بهايبوفوليميك شوك، ممكن نلاقيها بعناوين اخرى زي management of acute major bleeding او preoperative management للpatient receiving anticoagulant، وعناوين كتيرة جدا من وجهات نظر مختلفة. هنعرف ان شاء الله النهاردة مجموعة من learning objective الجميلة جدا، سواء كان عن الباكجراوند للانتيكواجولانت اللي احنا اوريدي عرفناها لما كنا بنقسم الاورال انتيكواجولانت مثلا لوارفارين او الدواكس، هنعرف ايه هي انواع البليدنج وهي دي البداية الحقيقية للانترودكشن بتاعتنا، ثم هنعرف المواقف المختلفة اللي احنا يتحتم علينا ان احنا لازم نعمل ريفيرزل للانتيكواجولانت. هناخد التفاصيل عن الريفيرزل اوف وارفارين، ثم هننتقل الى الريفيرزل اوف دواكس الدابيجاتران، ريفيروكسابان، ابيكسابان، انديوتوكسابان، وهناخد كده لفة بسيطة على الريفيرزل اوف انجكتابل انتيكواجولانت. ومع نهاية المحاضرة بتاعتنا يا دكاترة هيكون عندنا خلفية علمية كويسة جدا، بيزك نوليدج عن الانتيدوتس للوارفارين اللي بتتمثل في الفيتامين كي، البي سي سي والفريش فروزن بلازما، الانتي دوت للدابيجاتران اللي هو الايداروسيزوماب، الريفاروكسابان والابيكسابان والايدوكسابان باي اندكسينيت الفا، هنتلاقي عندنا البروتامين سلفيت كانتي دوت للهيبرين والانوكسابارين، هنتلاقي عندنا سبورتيف كير او الهيموستاتيك ايجنت، هنعرف عنهم معلومات جميله جدا اللي بتتمثل في الاكتيفيتد شاركول، الديزموبرازين، فاكتور 7 او نوفو 7، الترانكزيميك اسيد، هنعرف برضو معلومات عن الكيريو برسيبتيت او الفايبرينوجين. مش هنستعجل ابدا للحاجات دي، مع نهاية المحاضرة باذن الله هتكون عرفت معلومات قيمة جدا عن الادوية اللي بتستخدم في التوبك بتاعنا ريفيرزل اوف انتيكواجولانت. في بداية المحاضرة بتاعتنا يا دكاترة عايز اعمل لك وورمينج اب كده، تسخين، عايز افكرك ببعض المعلومات اللي خدناها على مدار المحاضرات اللي فاتت. فاكرين لما قلنا ان الدواكس بتتميز عن الوارفارين بانها less bleeding؟ كنا قلنا ان الدواكس حتى في الاتري فيبريليشن بتفضل لانها less hemorrhagic stroke، او حتى كنا قلنا ان هي less intracranial hemorrhage. طبعا الحاجات دي يا دكاترة هنعرفها مع الوقت في الكريتيكال كير شابتر. برضو كنا قلنا معلومة قبل كده ان الابيكسابان والايدوكسابان نيور جينيريشن من الدواكس بيعتبروا امن حاجة، امن من الوارفارين للمريض اللي عنده مثلا ميجور بليدنج او جاستريك بليدنج، ساعتها بيكون الابيكسابان بيتر تشويس عن غيره. لكن في كل الاحوال او في كل السيتويشنز يا دكاترة هنتلاقي ان الدواكس الريسك اوف بليدنج دي موجود وعالي، وبالتالي لازم نكون دايما مأمنين المريض ومحضرين دايما الدفاع الطبي بتاعنا، مما لو حصل مثلا عند المريض في يوم من الايام هيموراجيك ستروك او انتراكرينيال بليدنج او اي نوع من البليدنج زي ما هناخد بعد شويه. فالنقطه الجايه في الانترودكشن بتاعتنا يا دكاترة ان انا عايز اعرفك عن انواع البليدنج اللي على اساسها نبدا نحدد المريض ده محتاج ايمرجنت ريفيرزل ولا لا. احنا عندنا نوعين من البليدنج يا دكاترة، عندنا significant bleeding و non-significant bleeding او ما يسمى بالminor bleeding او بيسموه احيانا clinically non-major bleeding زي الابستاكسس اللي هو مثلا نزيف الانف، او كان مثلا في عندنا هيماتوما في العين او bleeding كونجنكتيفة، او في عندنا bruising زي كدمات كده بتظهر من دواء اللي هو الانتيكواجولانت، فيبقى الحاجات دي عندي اسمها minor bleeding. وبالعادة يا دكاترة ان الminor bleeding ده ما بنتدخلش معاه بدواء rapid reversal، ما يبقاش ليه انتيدوت. كل ما هنعمله يا دكاترة ان احنا هنبدأ نعمل supportive care، هنوقف الدواء بتاعنا اللي هو كان مثلا الوارفارين او احد الدواكس يوم او يومين، جرعة او جرعتين، ونبدأ نعمل supportive care. يعني مثلا المريض اللي هيحصل له نزيف او رعاف من الانف هنبدأ نعمل له ايه؟ هنبدأ نعمل له الحاجات الهيموستاتيك ميجرز اللي احنا عارفينها، الميكانيكال ميجر، وهكذا يا دكاترة. فبيبقى الموضوع عبارة عن watchful and waiting، هنعمل close monitoring يعني يا دكاترة.
الدكاتره. فينا برضو ان احنا نعطي بعض الادويه اللي هي سبورتيف كير زي الانتي فيبرينوليتيك او الترانكزيميك اسيد واللي هندرسها ان شاء الله في الهيموستاتيك ايجنت في نهايه المحاضره. النوع الثاني من النزيف يا دكاتره اسمه سيجنيفيكانت بليد، وده بينقسم لنوعين، ممكن يكون ميجور بليدنج او لايف ثريتنج بليدنج. ميجور بليدنج زي مثلا جاستريك بليدنج او انترا كرينيال هيموراج او هيموراجيك ستروك. المريض يا دكاتره في المواضيع دي بيكون فقد من الدم كتير جدا، ممكن يكون اكتر من 2 جرام بالديسيليتر. المريض ده غالبا بيكون محتاج اصلا ينقل دم، وبالتالي المريض اللي عنده ميجور بليدنج او لايف ثريتنج بليدنج اللي هو البليدنج اللي هيؤدي الى الوفاه او البيرمننت ديسابيليتي، في الحاله دي المريض بيكون محتاج ايه؟ رابيد ريفرزال عشان نعاكس الافكت بتاع الانتي كواجولانت. ونبدا هنا ناخد ايه هي المواقف اللي هيتحتم عليا ان انا استخدم رابيد ريفرزال ايجنت. اول حاجه انت عرفتها ولسه معدينها، ان يكون عندي ميجور او لايف ثريتنج بليدنج او ما يسمى بالسيجنيفيكانت بليدنج. الموقف الثاني يا دكاتره ان يكون في عندي ايرجنت اوبريشن، المريض اللي ماشي على احد الدواكس زي الدابيجاتران او الريفاروكسابان او ماشي على الورفارين وفجاه عايزين نعمل له عمليه، وليكن المريض ده عنده كانسر وعايز يتعمل له استئصال مثلا لنوع من التيومر معين، عنده ايرجنت اوبريشن زي عمليه القلب المفتوح الكابج او كارديوثوراسيك سيرجر، عنده ريبير في الاورتيك ديسكشن ايا كان نوع العمليه، او حتى ممكن يكون انفيزيف بروسيدور منظار معين او هيعمل اي شيء. الفكره ان المريض عنده ايرجنت اوبريشن او انفيزيف بروسيدور، ده هو الموقف رقم 2. الموقف الثالث اللي هو الالكتيف سيرجري، المريض اللي عنده بلاننج اوبريشن بعد اسبوع او بعد اسبوعين، عايز يعمل بي سي اي مثلا، عاوز يعمل الكتيف انفيزيف بروسيدور زي مثلا الترانس اسوفيجيال ايكو مثلا. في الحاله دي يا دكاتره احنا عارفين مسبقا ان احنا محتاجين نعمل بلاننج اوبريشن، فلما يكون المريض على دواكس او وارفارين هكون عامل حسابي ومحضر الخطه اللي انا اعمل بيها ريفرز للافكت اوف انتي كواجولانت. يبقى نلخص المواقف اللي بيحصل فيها ريفرزال للانتي كواجولانت، ان يكون عندي الكتيف سيرجري او ايرجنت اوبريشن او يكون عندي ميجور او لايف ثريتنج. هعرفك برضو في السلايد اللي جايه دي في الانترودكشن تاني ايه هي الاورال انتي كواجولانت اللي عندنا في المنهج. كان عندنا اول حاجه الثرومبين انهبيتور اللي هو الدابيجاتران، عندنا الاكس اي انهبيتور اللي هو ريفاروكسابان ابيكسابان ايدوكسابان، وكنا بنسمي الاربعه دواكس او نواكس، وعندنا برضو الوارفارين اللي هو الفيتامين كي انتاجونست. الكلام ده كله خدناه في المقدمه ولا داعي ان احنا نعيده مره ثانيه. وبعد ما عرفنا انواع الاورال انتي كواجولانت، تعالوا بقى نعرف ازاي نعمل ليهم ريفرزل في الالكتيف اوبريشن. زي ما قلنا ان انا مخطط للمريض ان هو هيعمل عمليه بعد فتره. اول دواء احنا خدناه وهو دواء الوارفارين. العلم يا دكاتره الموضوع ده ان احنا ازاي نعمل مانجمنت للانتي كواجولانت بري اوبرتيف، الموضوع ده كبير جدا وممكن نقعد ندرس فيه لوحده ساعه. الموضوع ده بيعتمد على نوع العمليه، بنبدا نقسم العمليه ان كانت ميجور ولا ماينور. الموضوع ده كبير يا دكاتره، احنا عايزين ناخد فقط الخطوط العريضه اللي تخلينا على ارض صلبه لما نبدا نبحث عن الموضوع ده. اول حاجه عندي انا دلوقتي بعمل ريفرزل للورفارين بري اوبرتيف الكتف. يعني ايه الكتف؟ يعني بلاننج، يعني الموضوع عندي واخده على راحتي على اقل من مهلي، وبالتالي طالما عارف ان الورفارين دواء مسيل للدم والمريض داخل على عمليه بعد فتره صغيره، فانا من باب اولى بدل ما اعطي انتيدوت او اي شيء تم ابدا اوقف الورفارين جرعه او جرعتين او ثلاثه قبل العمليه. طيب لو المريض كان هاي ريسك للثرومبوزس فببدا اعمل بريدجنج ثيرابي زي ما اخذنا قبل كده، وبالتالي تفصيله الحته دي يا دكاتره محتاجه كلينيكال جادجمنت، ومحتاجه ان احنا لما نيجي ناخد قرار فيها نفتح مصدر وندرسها بالتفصيل. ولكن ان جنرال كخط عريض، يعني انا عايزك تبقى عارف انك لما تبقى هتعمل ريفرزل للوارفارين الكتيف سيرجري، انت يفضل لك انك اول حاجه تعملها اوميت او سسبند او هولد الوارفارين فيو دايز. القاعده الثانيه والعامه اللي انا عايزك تعرفها ان مريض الوارفارين اللي داخل عمليه الكتيف يفضل ان الاي ان ار معاه يكون 1.5 اور ليس. طيب اذا افترضنا ان مثلا الاي ان ار للمريض ده كانت 9 او اكثر، او كان في عندي سيجنيفيكانت بليدنج والعمليه عندي الكتيف، في الحاله دي ببدا افكر ان انا اعطي فيتامين كي اورال او اي في زي ما هناخد بعد شويه على حسب ان في سيجنيفيكانت بليدنج ولا لا. يبقى هنا في ثلاث قواعد يا دكاتره، لما يكون في عندي الكتيف سيرجري والمريض عندي بلاننج ان هو هيعمل عمليه، في الحاله دي انا ممكن اوقف وارفرين
عدد من الجرعات، ثانيا بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الاي ان ار يكون 1.5 او اقل من ذلك، ومش هعطي فيتامين كي اورال الا اذا كان الاي ان ار اكبر من 9 او يكون في عندي سيجنيفيكانت بليدنج. وهنا انا عايزك تعرف كلينيكال تريك عن الفيتامين كي. ليه فيتامين كي يا دكاتره بيكون مش مفضل؟ ليه بنبعده شويه؟ ليه ما بنلجاش ليه الا لما بيكون حصل عندي مشكله؟ اقول لك يا دكتور، انت عارف طبعا ان الورفارين بيستخدم از فيتامين كي انتاجونست، يعني بيقلل فيتامين كي. لما اجي انا اعطي فيتامين كي لمريض عنده نزيف ونيجي بعد العمليه عايزين نرجع تاني الورفارين، وجود فيتامين كي قبل العمليه بيخلي عندي وارفرين ريزيستنس بعد العمليه. نيجي نعطي المريض الورفارين بعد العمليه نتلاقي الاي ان ار ما بيظبطش معايا، نعلي الجرعه ما بيظبطش معايا، فكان فيتامين كي بيعمل لي وارفرين ريزيستنس، ده بيخلي المريض عندي يقعد فتره طويله وبيزود عندي اللينس اوف ستي. ولذلك يا دكاتره فيتامين كي دايما يبقى ايدينا عليه خفيف خفيف للمريض اللي هو هاي ريسك اوف ثرومبوزس، واللي انا عايزه يرجع على وارفرين بعد العمليه بتاعته. احنا كنا قلنا هنا لما انا وقفت الوارفرين بعض من الجرعات، جرعه او جرعتين او ثلاثه، انا ممكن اعمل بريدجنج ثيرابي بالهيبارين او بالانوكسابارين. طب الهيبارين هيفضل ماشي عليه لغايه امتى قبل العمليه؟ اللي انا عايزك تعرفه يا دكتور ان الهاف لايف بتاعه الهيبارين بتكون تقريبا 4 لـ 6 ساعات، وبالتالي يكفي انك توقف الهيبارين قبل اي عمليه بالتايم ده. الانوكسابارين الهاف لايف تقريبا بتكون 12 ساعه، وبالتالي يفضل انك توقف الانوكسابارين قبل اي عمليه بالتايم ده. طيب زي ما خدنا يا دكاتره ازاي نعمل ريفرزل للوارفارين في العمليه الالكتف، ازاي برضه هنعمل ريفرزل للدواكس في الالكتف اوبريشن. الموضوع ده زي ما قلت لك قبل كده يا دكتور ان احنا بناخد فيه الخطوط العريضه. فبالنسبه للفارماكو ثيرابي او بالنسبه للناس اللي شغاله عملي، الجدول ده يا دكاتره تقدر تعتبره مصدر بالنسبه لك، ما تحفظوش. انما بالنسبه لطلبه الكريتيكال كير او الكارديولوجي بورد، للاسف الجدول ده مهم. على سبيل المثال الدابيجاتران، لو الكرياتينين كليرانس كان اكتر من 50 بس هتوقف الدابيجاتران قبل العمليه بيوم او يومين، بينما لو كان الكرياتينين كليرانس من 15 ل 50 ام ال بير مينيت هتوقف الدابيجاتران 3 ايام ل 5 ايام قبل العمليه. اما بالنسبه للابيكسابان او ريفربسابان او الليدوكسابان بيكون على حسب العمليه، هل هي ماينور ولا ميجور. فمثلا لو العمليه كانت ميجور بروسيدور فيكفي انك توقف الادويه دي قبل العمليه بيومين، بينما لو كانت ميجور بروسيدور والكرياتينين كليرانس اقل من 30 فيكفي انك توقف الدواء بتاعك سواء كان ريفربسابان او ابيكسابان بعدد من الايام يقدر ب 3 لـ 4 ايام. وبالتالي يا دكتور الجدول ده بيلخص كتير من الجايد لاين، وحقيقي هو بيلخص كتير من المحاضرات اللي ممكن تتعمل على موضوع زي البري اوبريتيف مانجمنت اوف انتي كواجولانت. كده يا دكاتره يعتبر احنا خلصنا الانترودكشن بتاعه المحاضره بتاعتنا، ده الجزء الاول اللي بيعتبر البيزكس نوليدج او برنسبلز للاجزاء اللي احنا محتاجين نعرفها قبل ما ندخل على اهم جزء في المحاضره بتاعتنا وهو الريفرزال اوف وارفرين. طبعا قبل ما اشرح الوارفرين انا محتاج افكرك بالميكانيزم اوف وارفرين، كنا قلناه في المقدمه بتاع الموديول ولكن نقوله تاني ما يجراش حاجه. كنا قلنا ان الليفر هو المسؤول عن الاكتيفيشن اوف كلوتينج فاكتورز، الكلوتينج فاكتور الاربعه الشهيره 2 و7 9 10، 2 و7 مجموعهم 9 حط عليهم 1 يبقوا 10. الاكتيفيشن اللي تم ده يا دكتور بيكون بمسؤوليه الفيتامين كي، الاكتيف فيتامين كي اللي دخل الليفر وضحى بنفسه وقام متحول الى ان اكتيف فورم، وتبدا تتعاد تاني السايكل بتاعته ويبدا يتحول الى اكتيف فورم عن طريق الانزيم المشهور اللي هو اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز كومبلكس او فكروكي. وبالتالي يا دكتور احنا قلنا ان الوارفارين يعتبر فيتامين كي انتاجونست او بيعمل انهبيشن للبرودكشن اوف كولتنج فاكتور نمبر 2 7 9 اند 10. طيب ماذا يا دكتور لو ان المريض اتعرض لسيوله نزيف من الوارفارين؟ يبقى انا بالتالي انا محتاج اعكس مفعول الحاجات دي، يبقى بالتالي انا عايز اعطي المريض فيتامين كي او عايز اعطيه الكلوتينج فاكتورز ده. يبقى الوارفارين هو دواء مسيل للدم، لما يحصل منه لا قدر الله ان المريض يتعرض مثلا لانتراكرينيال هيموريدج، فانا ابدا اعاكس اللي حصل ده بان انا اعطي المريض ده تاني الكلوتينج فاكتورز بتاعه اللازمه او فيتامين كي. ده اللي انت هتعرفه ان شاء الله في السكيم والمايند ماب الجميل ده، صممته لك مخصوص عشان خاطر يفتح نفسك. انا عارف ان هو دلوقتي بيسد النفس، ولكن ما تقلقش ان شاء الله في نهايه الجزء بتاعنا هتكون استمتعت بدراسته وهتكون حفظته عن ظهر قلب. عشان تبدا تفهم
السكيم اللي شفته من شوية ده يا دكتور، ومش بس تفهمه، ده انت كمان هتبقى حافظه وهيبقى مايند ماب كمان في دماغك. لازم تعرف التفاصيل بالعقل وبالراحة شوية. احنا عندنا التلات ادوية دكاترة بنستخدمهم في الريفيرزال اوف وارفرين. اول حاجة فيتامين كي، تاني حاجة البروس رومبين كومبليكس كونسنتريت، خلي بس معاك الاسم دلوقتي، تالت حاجة الفريش فروزن بلازما. بالنسبة لفيتامين كي فيطلق عليه فيتوناديون او فيتوميناديون، ليه جرعتين ادلت 2 ميلي جرام او اطفال 2 ميلي جرام، مشهور بالبراند نيم اسمه كوناكيون. يهمك بفيتامين كي انك تبقى عارف امتى بتستخدم فيتامين كي، امتى الجرعة بتاعته والروت اوف ادمنستريشن بتاعته ايه. قاعدة عامة، لما يكون عندك ريفيرزل اوف وارفرين ما ينفعش اساسا تفكر في فيتامين كي سب كيو ولا اي ام. ليه؟ لان دول ليهم كونسيرن اوف هيماتوما. يبقى اول ما اشوف سب كيو او اي ام فيتامين كي بشطب عليهم على طول. ليه؟ لان دول مش موجودين معانا في الانديكيشن ريفيرزل اوف وارفرين. جايز الاقيهم في انديكيشن تاني زي مثلا فيتامين كي ديفيشنسي بالذات في الاطفال. وبالتالي يا دكتور انا هيكون الاوبشنز اللي معايا اما اورال فيتامين كي او اي في فيتامين كي. القاعده اللي عايزك تعرفها ان الاورال فيتامين كي بيعمل لك نورمالايز للاي ان ار ويزن 1 اور 2 دايز 24 اور اب تو 48 اور. يبقى انا اتوقع ان المريض اللي هياخد اورال فيتامين كي مش هيحصل نورمالايزيشن للاي ان ار الا بعد يوم او يومين، وبالتالي انا مش هينفع استخدم الاورال فيتامين كي في الحالات الامرجنسي، استخدمها في النون امرجنسي كيسز. بينما الاي في فيتامين كي بيعمل لي نورمالايز للاي ان ار في خلال 8 ل 12 ساعه، ودي مده برضو تعتبر طويله، ولذلك انا هعطي مع فيتامين كي حاجه من الادويه الثانيه اللي هو البي سي سي او الفريش فروزن بلازما. طيب يا دكتور، يبقى احنا دلوقتي عرفنا الروت اوف ادمنستريشن هيكون معايا اورال او اي في. طيب امتى هستخدم فيتامين كي؟ انا عندي دلوقتي حالتين. الحاله الاولانيه اسمها ايمرجنت ريفيرزال، ودي الحاله لما بيكون عندي سيجنيفيكانت بليدنج. فاكرين النوعين؟ السيجنيفيكانت لما قلنا ان في عندي حاله ميجور بليدنج او لايف ثريتنينج بليدنج. طيب فاكرين السيتويشن الثاني لما قلنا ان يكون في عندي ايرجنت اوبريشن؟ اهم دول الحالتين اللي يعتبروا ايمرجنسي سيتويشنز، اللي هي ايمرجنسي ريفيرزال، لازم هنا اعمل ريفيرزال للايفكت اوف اورال انتيكواجولانت، وبالتالي هنا هبدا استخدم ايه؟ اي في فيتامين كي مش اورال فيتامين كي. ليه؟ لان الاي في فيتامين كي بيعمل لي نورمالايز للاي ان ار ويزن 8 تو 12 اور. طب هل هستخدم الاي في فيتامين كي لوحده؟ لا، مش هينفع استخدمه لوحده في الحالات الامرجنسي. يوم ما هستخدم اي في فيتامين كي يفضل انك تضيف لي بروس رومبين كومبلكس كونسنتريت، وده طبعا غالي ومش متوفر في اغلب المستشفيات العربيه، وبالتالي ايه هو السكند اوبشن عندك؟ الفريش فروزن بلازما. وكمان شويه هقول لك ايه الفرق بين البي سي سي والفريش فروزن بلازما. يبقى دي كانت الحاله الاولى الامرجنسي ريفيرزال، لما يكون عندي سيجنيفيكانت بليدنج او ايرجنت اوبريشن، ساعتها هستخدم اي في فيتامين كي 10 ملي جرام ان اديشن تو بي سي سي اور فريش فروزن بلازما. الكيس الثانيه هو ان يكون عندي نون ايمرجنسي ريفيرزال، حالة مش ايمرجنسي. زي ايه مثلا؟ ان الاي ان ار بتاعت المريض تكون فوق الثيرابيوتيك رينج. طب هو ايه الثيرابيوتيك رينج؟ لاغلب الحالات انها تكون من 2 ل 3، وطبعا في عندي حالات استثنائيه هناخد عنها فكره في الانتيكواجولانت انفالفولار ديزيز، المريض اللي عنده ميترال ميكانيكال فالف ريبليسمنت، ساعتها الاي ان ار بتاعته بتكون اعلى شويه، بدل ما هي 2 ل 3 في مريض الافيب او مريض الفي تي اي بتكون اعلى، يعني من 2.5 ل 3.5، لدرجه ان المريض اللي مركب فالف ميكانيكال ميترال فالف ريبليسمنت وجاله ثرومبوزس تاني بيسموها ميكانيكال فالف ثرومبوزس، ساعتها المريض ده الاي ان ار بتاعته بتكون اعلى كمان من 2.5 ل 3.5، ممكن تصل ان التارجت يكون ما بين 3 ل 4، وهنتكلم عنها مستقبلا. طيب بس حاليا انا عايز اقول ان لو الاي ان ار اباف الثيرابيوتيك رينج كان اكتر من 4.5 او اكتر من 5، ولكن مفيش عندي significant bleeding، ممكن يكون في minor bleeding زي الكدمات اللي شفناها او الابستاكسس الرعاف، او ان المريض يكون high risk of bleeding. المرضى دول يا دكاترة يعتبروا non emergency reversal. زي ما قلنا قبل كده ان احنا كل اللي بنعمله ايه؟ ان احنا بنوقف الاورال anticoagulant جرعة او جرعتين مع close monitoring
الكونسلتنج والسبورتيف كير. بعد كل ده يا دكاترة، لو المريض لم يستجيب ممكن ساعتها بنروح معطيين اورال فيتامين كي بجرعة قليلة من 2.5 ملي جرام لغاية 5 ملي جرام، وهنتكلم عنها برضو في السكيم. زي ما قلنا قبل كده، انا ليه بعمل حذر، ليه باخد حذري من فيتامين كي؟ لان الفيتامين كي الكتير عمال على بطال قبل العمليات، ممكن لما عوز ارجع الورفارين بعد كده يكون عندي ورفارين ريزيستنس، وبيكون الاي ان ار صعب انه يرجع تاني للثيرابيوتيك رينج، وده ممكن يطول لي مدة الادميشن ويطول لي مدة اللينس اوف ستاي. ونلخص السلايد دي في كلمتين ونقول ان في الامرجنسي كيسز بعطي اي في فيتامين كي 10 ملي جرام ان اديشن تو بي سي سي او الفريش فروزن بلازما. النون امرجنسي كيسز بعد ما بعمل كل السبورتيف كير، لو مش نافع ممكن ابدا اعطي اورال فيتامين كي بجرعه قليله من 2.5 ل 5 ملي جرام. زي ما قلنا قبل كده ان الورفارين بيشتغل از فيتامين كي انتاجونست، فلو ان الورفارين عمل لي حاله سيوله، حاله نزيف، احنا محتاجين نتدخل بدواء رابيد ريفرزال ايجنت، فساعتها بعطي فيتامين كي. وبرده قلنا ان الورفارين بيعمل انهيبيشن للكولوتينج فاكتورز نمبر 2 7 9 اند 10، بالتالي لما الورفارين بيعمل لي حاله هيموراجيك ستروك او حاله من النزيف تستدعي رابيد ريفرزال ايجنت، ساعتها بتدخل بالدواء الثاني اللي اسمه ايه، بي سي سي فور فاكتور بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، اللي هو بيحتوي الاربع فاكتورز اللي شغال عليهم الورفارين، فاكتور نمبر 2 7 9 اند 10، موجودين في عدد كتير من البراند نيم، في عند البريبليكس، في عند الكيسنترا، الاوكتابليكس والفيبا. اللي عايزك تاخد بالك منه وهقول لك ليه بعد شوي. يبقى احنا يا دكاتره، من اللي احنا قلناه ده ان البي سي سي ده الدواء الثاني اللي بيستخدم في الريفرسال اوف وارفارين، بيحتوي 4 فاكتور 2 7 9 اند 10. البي سي سي ده جاي منين؟ ده يعتبر ديريفاتيف من البلاد برودكت. البلاد برودكت يا دكاتره لو جبنا كيس دم هنتلاقيه ان هو بيتكون من باكد ار بي سيز، وفي عند بليتلت ريتش بلازما. لو اتقسمت تاني هتعطيني البلازما والبليتلت. البلازما دي لو بدانا نستخرج منها محتوياتها تبدا تطلع لي كومبوننت عباره عن البي سي سي، الاكتيف بي سي سي والاميونوجلوبين. بالمره يا دكتور، بما اننا جينا ناحيه البلاد برودكت، وانا في اول المحاضره قلت لك ان المحاضره دي ربما يتم تدريسها باسم الكو اجيوليشن مانجمنت او الكو اجيولوباسي، فلو ان في بعض المرضى اللي حصل ليهم نزيف ربما الهيموجلوبين يقل عن 7، وساعتها ممكن يكون محتاجين ننقل دم. فجي في الطريق اهو قدامنا ان كيس الدم او البلاد ترانسفيوجن بيكون عباره عن 3 كومبوننت، 1 بارت من الباكت ار بي سيز، 1 بارت من الفريش فروزن بلازما، و1 بارت من البليتلت، يبقى 1 1 1. كمان ممكن نضيف الكيريو بريسيبتيت على حسب الفايبرينوجين ليفل، وانا عارف ان الكلام ده دلوقتي حاليا ادفانسد شويه، ولكن هي معلومات عايزك بس ترتبها وهتنفعك ان شاء الله لما بتيجي بتقرا المانجمنت اوف الكو اجيولوباسي. بالمره يا دكاتره بتتلاقي دايما في بعض الانترفيو بيسالوك عن يونت البلاد ترانسفيوجن بيرفع الدم بمقدار قد ايه. لازم تبقى عارف ان كل كيس دم بيحتوي 250 ملي ممكن يرفع لك الهيموجلوبين بمقدار 1 أو 2 يونت. كان جه سؤال مره في الكريتيكال كير والكارديولوجي بيسال عن ان نقل الدم ممكن يؤدي الى ايه، وكان الالكترولايت ابنورماليتي الاجابه بتاعته هايبوكالسيميا. دي بعض المعلومات اللي انا عايزك تعد عليها كده سريعا ما تقفش عليها، هي اساسا مش ضمن السكوب بتاعنا في التوبيك، ولكن انا جبتها لك من وجهه نظر الكو اجيولوباسي مانجمنت. طيب نرجع تاني يا دكاتره لموضوعنا، لما بنقول ان البي سي سي البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت ليه مفضل عن الفريش فروزن بلازما؟ ده لان يا دكتور البي سي سي مشتق ديريفاتيف اساسا من البلازما، فيعتبر البي سي سي 25 تايم كونسنتريتد عن البلازما، كان البي سي سي ده بيحتوي 25 مره ضعف بلازما من المركبات الكلوتينج فاكتور، ولذلك بقى البي سي سي مفضل عن البلازما لانه كونسنتريتد بالكلوتينج فاكتورز، وده اللي قالته لينا الاي سي سي بي جايد لاين وغيرها من الجايد لاين. وزي ما قلنا قبل كده ان البي سي سي او اي ريفرسال ايجنت انتي دوت لا نستخدمه الا اذا كان في سيجنيفيكانت بليدنج او ايرجنت اوبريشن. وطبعا حاجه زي البي سي سي اللي بتحتوي 25 تايم من الكلوتينج
كلوتنج فاكتورز اكتر من البلازما، ده بيخلي المريض اللي بياخد بي سي سي بيكون هاي ريسك للثرومبوزس والفي تي اي بنسبه تصل الى 10%. ولذلك المرضى اللي بياخدوا الادويه دي لازم يتعمل لهم كلوز مونيتورنج المين للكلوتنج تايمز اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. يبقى نلخص السلايد دي في جمله واحده، البي سي سي بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت انديكيتد اف سيجنيفيكانت بليدنج اور ايرجنت اوبريشن. طيب ايه الجرعه بتاعتي بتاع البي سي سي؟ عايزك تبقى عارف ان في مينلي تو بروتوكولز، اما تراديشنال دوزنج او فيكسد دوزنج. تراديشنال دوزنج يعني جرعه البي سي سي وليكن الكيسنترا بتعتمد باليونت على حسب الليفل اوف اي ان ار. فمثلا المريض اللي عنده اي ان ار بتاعه من 2 ل 4 بنعطيه عدد من اليونت مقدارها 25 يونت بير كي جي ويز ماكسيمم دوز 2500 يونت، بينما الاي ان ار لو كان من 4 ل 6 نعطي 35 يونت بير كي جي ويز ماكسيمم دوز 3500 يونت. اما لو الاي ان ار كان اباف ال 6 فساعتها احنا بنعطي 50 يونت بير كي جي ويز ماكسيمم دوز 5000 يونت. ده اسمه تراديشنال دوزنج، بيفضل لما المريض يكون عنده انتراكرينيال هيموراج او بيسموه سي ان اس بليدنج، لان الجرعات دي باليونت دي هي اللي بتجيب افكت. اما لو انك هتستخدم الفيكسد دوز، ايه بقى الفيكسد دوز؟ انك تعطي المريض 1000 يونت او 2000 يونت، وده امتى؟ لما بيكون المريض عنده ايرجنت اوبريشن او ان يكون في عنده ميجور بليدنج ولكن نون سي ان اس، يعني زي مثلا جاستريك بليدنج او ان الاي ان ار بتاعه المريض انون. ساعتها بتجرب تديله 1000 يونت وتستنى 30 دقيقه، لان المينيمم ريسبونس بتاع الدواء ده ان يكون 30 دقيقه وبيستمر معاك لمده 6 ساعات. يعني انت ممكن تعطي 1000 يونت وبعد ساعه تقوم معطي 1000 يونت تاني. طب هل الجرعه دي بتعتبر افكتيف لما بيكون المريض عنده انتراكرينيال هيموراج مثلا او سي ان اس بليدنج؟ يقول لك لا، موست اوف جايد لاين كالكيوليتد البي سي سي دوز ديبند اون اي ان ار ليفل اف انتراكرينيال هيموراج، زي ما قلنا قبل كده. طبعا يا دكاتره في جرعات ثانيه الانديكيشنز تاني، ولكن التو ريجمن اللي انا بقولهم لك دول هما الكومن واللي هيريحوك جدا انك تكون مفرق المريض عنده انتراكرينيال هيموراج ولا نان سي ان اس بليدنج. كل اللي فات ده كان عباره عن البي سي سي في الوارفارين ريفرزل، لكن هل ممكن نستخدم البي سي سي في الدواكس ريفرزل او ان مريض عنده اكيوت ميجور بليدنج بوست اوبرتيف، المريض اللي عمل عمليه قلب مفتوح كوروناري ارتر باي باس جرافت، او المريض اللي عنده اورتيك ديستكشن وعمل ريبير للاورتا بعد ما خرج من الكارديو ثوراسيك سيرجري لسه عنده ميجور بليدنج، هل ممكن نستخدم البي سي سي؟ ايوه ممكن نستخدم البي سي سي بالجرعات اللي هي 25 يونت اب تو 50 يونت بير كي جي زي ما قلنا قبل كده، وفيك انك تستخدم برضو الفيكسد دوز. كده يا دكاتره احنا تقريبا خلصنا البلاد برودكت، خدنا البلاد ترانسفيوجن وخدنا البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت. في عندي نوع من البلاد برودكت اسمه نوفو 7 او فاكتور 7، ده عباره عن اكتف فاكتور 7 بس، ولانه اكتف من لي يا دكاتره فالريسك اوف ثرومبوزس بتاعه عالي جدا، ولذلك بقى بقينا نكرهه، ومع الوقت بداوا يشيلوه وما بقاش يستخدم على عكس الجايد لاين القديمه، وخلوه ريزيرفد اوبشن متشال للعوزه لما بيكون المريض عنده فاكتور 7 ديفيشنسي كونجينيتال، هو مولود كده بيه، او عنده هيموفيليا، او عنده اكيوت ميجور بليدنج. ومش بس كده، لازم يكون عنده اكيوت ميجور بليدنج والمريض لم يستجيب للتراديشنال ايجنت الهيموستاتيك ايجنت اللي هنقولها بعد شويه، زي الادويه اللي هي الترانكزيميك اسيد او الديزموبرزين. يبقى اما يجي لك فاكتور 7 او نوفو 7 في وارفرين ريفرزل او الدواكس بتقول له لا احنا مش هنستخدمه الا اذا كان عندي سبيسيفيك انديكيشن زي فاكتور 7 ديفيشنسي او اكيوت ميجور بليدنج. يبقى كده يا دكاتره احنا خدنا في الوارفرين ريفرزل اول حاجه كان الفيتامين كي، تاني حاجه كانت البي سي سي البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، تالت حاجه هناخدها دلوقتي وهي الفريش فروزن بلازما. زي ما قلنا قبل كده ان الفريش فروزن بلازما بتحتوي كلوتنج فاكتورز ولكن اقل بكتير من الكلوتنج فاكتورز اللي موجوده في البي سي سي. فامتى هنستخدمها بقى؟ لما يكون البي سي سي مش موجود. طبعا البي سي سي يا دكاتره دواء غالي مش موجود في مستشفيات كتير، فلو
مش موجود بروسروم بين كومبلكس كونسنتريت والمريض عندك عنده سيجنيفيكانت بليدنج وهيموت منك، فمع اي في فيتامين كي 10 ملي جرام هتبدا تستخدم الفريش فروزن بلازما كبديل للبي سي سي. الكيس الثانيه اللي انت هتستخدم فيها الفريش فروزن بلازما ان المريض يكون عنده هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، الهات المريض اللي بياخد الهيبارين ويحصل له ثرومبوسايتوبينيا، ده لما نيجي نستخدم له ينفع نستخدم له بي سي سي؟ يقول لك اساسا البي سي سي بيحتوي الهيبارين كماده مانعه لتجلط الكلوتينج فاكتورز اساسا، كانها ماده حافظه يعني، وبالتالي المريض اللي عنده هيت هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا مش هينفع ساعتها استخدم له بروسرومبين كومبلكس كونسنتريت، نستخدم له ايه ساعتها؟ فريش فروزن بلازما. ولكن الشركات بقى تتحايل على كده تقول لك ايه، شركات البروسرومبين كومبلكس تقول لك ايه، طب خلاص انا هستخدم بقى مين؟ الفيبا. ايه الفيبا دي؟ ده عباره عن بروسرومبين كومبلكس كونسنتريت ولكن من غير هيبارين، كانها يعني ظبطت التركيب بتاعها عشان خاطر المريض اللي عنده هيت يقدر يستخدم البي سي سي بدل ما يضيع منهم المريض ده. وبكده يا دكاترة نكون خلصنا التلات أدوية اللي بيستخدموا في الوارفارين ريفيرزل، فيتامين كي، البي سي سي، والفريش فروزن بلازما. تعالوا بقى نروح للسكيم الكبير الجميل اللي هيأكد لك بعد شوية انه هو ممتاز وهيسهل عليك الدنيا. يلا يا دكاترة تعالوا نطبق كل المعلومات اللي خدناها قبل كده في الأدوية اللي فاتت في السكيم ده ونقول. اول ما نشوف مريض بياخد وارفارين وجاي لنا بإليفيشن في الاي ان ار، الاي ان ار بتاعه اباف الثيرابيوتيك رينج، بنبدا نسال سؤالين، هل المريض عنده سيجنيفيكانت بليدنج ولا لا؟ هل المريض عنده انفيزيف بروسيدور او ايرجنت اوبريشن ولا لا؟ لو ايوه المريض عنده الحاجات دي بنبدا نستخدم الامرجنسي كيس، الامرجنسي ريفرزل، وهو ايه؟ الاي في فيتامين كي 10 ملي جرام ان اديشن تو الفور فاكتور بروسروم بين كومبلكس كونسنت، ولو مش موجود بجيب مداله مين؟ الفريش فروزن بلازما. اما لو كانت الحاله نون ايمرجنسي كيس، مفيش بليدنج ولا في ايرجنت اوبريشن، ابدا اسال السؤال التالي، ايه الاي ان ار بتاع المريض ده؟ يا ترى هي اقل من 5 بعد الجايد لاين يقول لك اقل من 4.5 او بين الخمسة للتسعة ولا اكتر من 9؟ طيب ناخد الحاله الاولى، الحاله الصغيره، لو المريض الاي ان ار بتاعه كان اباف الثيرابيوتيك رينج ولكن اقل من 5 وليكن كان 4.5، ساعتها هنعمل ايه؟ يقول لك هنا هتبدا توقف الورفارين جرعه او جرعتين او 3 مش مشكله، ولكن هل فيتامين كي هنا مفضل ولا لا؟ اورال فيتامين كي نوت ريكومندد يا دكاتره. الاي في فيتامين كي بيستخدم في الحالات الامرجنسي مينلي بنسبه 95%، يوم ما تستخدم الاي في فيتامين كي 10 ملي جرام هيكون اي في 10 ملي جرام في الحالات الامرجنسي، الحالات الكبيره، في استثناء كده حوالي 5% مع بعض المرضى هقول لك عليها بعد شويه، ولكن بشكل عام لو الحاله كانت نون امرجنسي يبقى كل فيتامين كي اللي جاي ده مينلي بيكون اورال. اول حاله خدناها لو الاي ان ار كان اقل من 5 بعد ما وقف الورفارين جرعه او جرعتين، هل هنا ينفع استخدم فيتامين كي اورال؟ قال لك نوت ريكومندد، زي ما قلنا قبل كده نخاف من ايه؟ نخاف من الورفارين ريزيستنس. يا عم دي 4، ده الاي ان ار 4 ولا 4.5، وقفه يومين وهاته وابدا قلل الجرعه بنسبه 15% 20%، الدنيا هتظبط معاك وهتبقى زي الفل. الحاله دي يا دكاتره مين اللي بتتعالج في الاو بي دي، في الاوت بيشنت، عيادات الورفارين بقى او عيادات السيوله الاوت بيشنت بتتعالج فيها الحاله دي والمريض بيمشي وبيبقى زي الفل. ناخد بقى الحاله الادمشن اللي هي حاله مين؟ حاله الامرجنسي مثلا، او حاله ان المريض يتحجز مثلا في الدي كير، ان الاي ان ار يكون اباف الناين او اباف التن، هنا خلي بالك مفيش بليدنج، لكن المريض ممكن يكون هاي ريسك اوف بليدنج، هلهم لك دلوقتي بعد شويه، او ان المريض يكون عنده ماينور بليدنج، شويه كدمات كده بروزنج حاجات بسيطه، ساعتها نستخدم ايه؟ اول حاجه بعد ما توقف الورفارين جرعه ولا جرعتين، هنا هتستخدم ايه؟ جرعه صغيره من فيتامين كي وليكن من 2.5 ل 5 مللي جرام، ولكن في
بعض الفاسيلتيز، بعض البروتوكول بيقول لك ممكن نستخدم جرعه صغيره من الاي في وليكن من 1 ل 3 مللي جرام، اقول لك ما يجراش حاجه. ولكن منلي في الحالات النون ايمرجنسي لما بنستخدم فيتامين كي بيكون اورال، جرعات صغيره من 2.5 ل 5 مللي جرام تو افويد الوارفارين ريزيستنس. يبقى احنا كده يا دكاتره عرفنا ان لما الحاله بتكون ويزاوت بليدنج نو ايرجنت اوبريشن، بجانب اني بوقف الوارفارين في جميع الحالات من جرعه جرعتين او 3، ولما برجع الوارفارين بعد ما بوقف الجرعه برجعها بريديوس دي دوز، وليكن بنقلل بمقدار من 5 ل 20% على حسب الكيس. المعضله عندي هل انا هعطي فيتامين كي ولا لا؟ قلنا لو الاي ان ار اقل من 5 فانا ساعتها مش هعطي فيتامين كي اورال، بينما لو اكتر من 9 فساعتها بعطي فيتامين كي اورال من 2.5 ل 5 مللي جرام. نيجي بقى للحاله الثالثه، وهي ان الاي ان ار يكون من 5 ل 9. اول حاجه نقولها ان الوارفارين هيقف ايه من يومين ل3، ونرجع الوارفارين بعد كده بالريديوس دي دوز بتاعته. ولكن هنا بقى هل هنستخدم فيتامين كي ولا مش هنستخدم فيتامين كي؟ وهنا اختلف الفقهاء بقى يا دكاتره، قالوا لك ايه؟ على حسب الريسك اوف بليدنج، زي مثلا ان سنه يكون اكتر من 65 سنه، او عنده ادويه تانيه مسيله للدم زي الاسبرين او البي 212، او عنده الانسيدز، ساعات كمان يقول لك الاس اس ار ايز، او ان المريض يكون عنده هيستوري من الجي اي تي بليدنج، او عنده جراحه حديثه او تروما، او انه مثلا بيشرب كحول او رينال فيلير، او ان المريض مالجنانسي. لو المريض عنده ريسك فاكتورز من دول فساعتها بيكون هاي ريسك اوف بليدنج، وساعتها يفضل ان انا اعطيه اورال فيتامين كي. بينما لو ما كانش عنده حاجه من دي، فقط المريض بياخد الوارفارين وفجاه الاي ان ار بتاعته بقت 6 او 7، هل هعطيه فيتامين كي ولا لا؟ الاجابه لا. يبقى ساعتها لما بيكون الاي ان ار من 5 ل 9 اتفقنا ان في كل الحالات ان انا هوقف الوارفارين فيو دوزز او فيو دايز لغايه لما الاي ان ار ينزل للثيرابيوتيك، وبعد كده برجعها بالريديوز دوز. طيب الخطوه الثانيه في نفس اليوم، يوم ما بقرر ان انا اوقف الوارفارين، ببدا اقول يا ترى هدي المريض ده فيتامين كي ولا لا؟ قلنا على حسب الريسك فاكتورز اوف بليدنج. اعتقد كده يا دكاتره السكيم ده بقى سهل وواضح معاكم، وباذن الله مع حل الاسئله تبدا الدنيا توضح معاكم فهما وحفظا. ويلا بينا نشوف ايه اللي جه في اسئله الامتحانات تطبيقا على اللي احنا قلناه. السؤال الاول يا دكاتره بيقول ان في سيده جت الطوارئ انكونشس، لما عملوا ليها السيتي سكان طلع فيه انترا سيريبرال هيموريدج، وده ايه؟ سيجنيفيكانت بليدنج. الاي ان ار بتاعها يا دكاتره كان 2.9، عندها سيجنيفيكانت بليدنج يا دكاتره، هل ينفع نفكر في الاورال؟ نقول له لا طبعا ما ينفعش، يفضل معايا اي في فيتامين كي 10 مللي جرام. الاجابه دي صحيحه والاجابه دي صحيحه. هل هعطي المريضه مع الاي في فيتامين كي بروس رومبين كومبلكس كونسنتريت 25 يونت كي جي، اللي هو يعني انا بعطي البي سي سي على حسب التراديشنال بروتوكول، يعني على حسب الاي ان ار ليفل، ولا هعطي فيكس الدوز 1500 يونت؟ لا يا دكاتره، احنا قلنا لما بيكون في عندي انترا سيريبرال هيموريدج يعني سي ان اس بليدنج، يبقى ساعتها ان انا بعطي البي سي سي على حسب الاي ان ار، وبتكون الاجابه ايه عندي؟ الاجابه دي. ليه؟ لان الاي ان ار لما كان من 2 ل 4 كان الافضل ان انا بعطي البي سي سي 25 يونت بير كي جي ويز ماكسيمم دوز 2500 يونت. نفس السؤال بيتكرر في امتحان اخر ولكن باختيارات مختلفه، طبعا الاجابات دي كلها خاطئه ما اتكلمناش فيها، هتكون الاجابه ان انا بعطي اي في فيتامين كي 10 مللي جرام مع بي سي سي على حسب الليفل بتاع الاي ان ار، وبما ان الاي ان ار عندي 2.1 يعني between 2 up to 4، يبقى الاختيار عندي ان انا اعطي 25 يونت بير كي جي with maximum dose 2500 يونت. السؤال التالي بيقول ان في مريض بياخد وارفارين والاي ان ار بتاعه 8، هل عنده بليدنج؟ لا ما عندوش. هل عنده ريسك فاكتور من البليدنج؟ قال لي ايوه عنده ريسك فاكتور من البليدنج. طب الحاله دي يا دكاتره في الاول كده هل هي ايمرجنسي كيس ولا لا؟ لا الحاله دي مش ايمرجنسي كيس. يبقى اذا لو كان في الاختيارات عندي اي في فيتامين كي كنت هشطب عليه. هل الحاله نان ايمرجنسي؟ ايوه الحاله نان ايمرجنسي. ببدا اقسم الاي ان ار، هل اقل من 5 ولا من 5 ل 9 ولا اكتر من 9؟ الاي ان ار عندي 8 يعني من 5 ل 9. طب واحنا قلنا لما الاي ان ار تبقى عندي من 5 ل 9 ببدا
بعمل ايه؟ ببدا اشوف في ريسك فاكتور للبليدنج ولا لا. لما بيكون في عند ريسك فاكتور من البليدنج اللي هو قالها لي اساسا من غير ما يغلبني، من غير ما يقول لي مثلا ان المريض تروما او انا احتار في الحاجات دي، وبالتالي ساعتها كنت باجي بعمل ايه؟ كنت باجي بعامل المريض ده معامله الاي ان ار اللي اكتر من 9. بعمل ايه؟ كالاتي: بوقف الورفارين جرعه او جرعتين، ولما باجي برجع الورفارين بعد كده برجعها ات ريديوسد دوز. مع ايقاف الورفارين بعمل ايه؟ بدي فيتامين كي اورال بجرعه صغيره، وبالتالي الاجابه عن ان انا اوقف تو دوزز مع اعطاء اورال فيتامين كي. هنا انا عايز انوه يا دكتور ان الشركه مثلا بتاعه الكونا كيون بتنزل الفيتامين كي اللي عندك الاي في، ينفع يستخدم از اي في واز اورال. الحركه دي يا دكاتره بنتلاقيها في بعض البراند زي مثلا الفيتامين دي، نتلاقي مثلا فيتامين دي بجرعه 300,000 وحده، نتلاقي الحقنه بتاعته ينفع انها تتاخد عن طريق الفم. ولكن احنا بنقول الموضوع عباره عن ايه؟ براند، وقد تلاقي براند تاني بيستخدم اي في فقط او اي في واي ام. هنا بيقول لك ان في رجل بدا الورفارين من 3 اسابيع بس بالدياجنوزيس دي في تي، الاي ان ار بتاعه 10.4، رقم كبير ما تخضش. هل في عندي بليدنج؟ لا مفيش. هل عندي ريسك فاكتور من البليدنج؟ ما عنديش. اذا الحاله ايه؟ الحاله دي اللي هي عند الاي ان ار يكون اكتر من 9، الحاله دي اللي كنا بنعالجها في الامرجنسي مع ايقاف الورفارين ان اديشن تو هولدنج هيز ورفارين دوز. هل هعطي فيتامين كي ولا لا؟ ايوه هعطي فيتامين كي اورال 5 ملي جرام. هل هعطي اي ام؟ لا اشطب عليها والسب كيو اشطب عليها. هل ينفع اعطي فيتامين كي اي في 10 ملي جرام؟ قلنا الجرعه دي والرود دي بعطيها للمريض اللي عنده ايمرجنسي كيس، اللي عنده سيجنيفيكانت بليدنج او ايرجنت اوبريشن. المريض ده ما عندوش اي حاجه من كده فما يخضنيش الرقم بقى 10.5. هعمل كلوز مونيتور مع ايقاف الورفارين، بعطي جرعه 5 ملي جرام اورال. نفس السؤال اللي فات بيكرر ولكن بصيغه اكبر شويه، ولكن هو هو في الاخر. المريض اللي ماشي على ورفارين بجرعه معينه خلت الاي ان ار بتاعي 10.4 كان بياخده عشان الدي في تي، ومع علو الاي ان ار بتاعه ده مفيش عندي بليدنج ولا في ريسك فاكتور من البليدنج ان اديشن تو هولدنج وارفارين دوز. هعطي ايه؟ هل هدي فيتامين كي سب كيو؟ لا مش هينفع. هل هعطي بي سي سي؟ لا مش هينفع. دي بعطيها فين؟ بعطيها مع الاي في فيتامين كي لما بيكون عنده سيجنيفيكانت بليدنج. الكلام ده ما حصلش، وبالتالي الاجابه ان انا هعطي فيتامين كي اورال 5 ملي جرام. السؤال ده يا دكتور بقى عباره عن مريض بياخد وارفارين للاترا فيبريليشن، جاي الطوارئ عمال بيكح وبيرجع دم، عنده هايبوتنشن، طبعا هيحصل عندك ريفلكس ان يحصل عندك تاكي كارديا، هيجي لك ساينس تاكي كارديا، الار ار عندك هيزيد. لما فحصوا المريض بدا يبقى فيه اعراض هايبوفوليميك تشوك كونفيوزد بقى وكليميك استرميتيز، ولو كمان شيكولو اللاكتيت هيتلاقوه عالي، تلاقوا الهيموجلوبين عندك 6.3، تاك بلاد ترانسفيوجن، الاي ان ار للمريض عندك 9.2. يبقى انت عندك اعراض البليدنج كلها سيجنيفيكانت بليدنج او اللايف ثريتنج بليدنج، وكمان الاي ان ار عالي. بيقول لك ان اديشن تو انترافينوس فايتونيديون، يعني بالاضافه الى فيتامين كي هتعطي المريض ايه؟ هل هتعطيه 1000 وحده من البي سي سي دي تعتبر وحده فيكسد دوز، ولا هتعطي 5000 يونت، ولا هتعطي الفاكتور 7 نوفو 7 فاكتور 7، ولا هتعطي 6000 وحده من البي سي سي؟ السؤال صعب انا عارف يا دكتور، ولكن بالاكسكلوجن تعال نحلها. اول حاجه احنا قلنا فاكتور 7 ما عادش نافع، مفيش جرعه اكتر من 5000 وحده، مفيش حاجه اسمها 6000 وحده، وبالتالي هو عندي بيخيرني بين الاجابه ال 1000 ولا ال 5000. طب ال 5000 دي ليه؟ على اساس ان الاي ان ار عندي اباف ال 6 وفي عندي لايف ثريتنج بليدنج، فال 5000 يونت كانها 50 يونت بير كي جي، فدي عندي اجابه مقبوله. طيب ولا فيكس الدوز؟ طيب يا دكاتره احنا قلنا قبل كده في قاعده ان انا بعطي التراديشنال دوز اللي هي الجرعه باليونت على حسب الاي ان ار لما بيكون في عندي ايه؟ سي ان اس بليدنج. حد هيقول لي طب ما انا ما عنديش سي ان اس بليدنج ولا انترا كرينيال بليدنج. هقول لك صح، ولكن انا معايا لايف ثريتنج بليدنج، واحنا اتفقنا ان الجرعات الفيكس الدوز اللي هي الجرعات الصغيره اللي هي غالبا بتكون 1000 وحده 1500 وحده 2000 وحده، الجرعات دي يا دكاتره ما بتجيبش نتيجه الا اذا عملنا ريبيت للجرعات وعملنا ريسك للجرعات تاني، وارجع للسلايد وهتلاقي الكلام ده. وبالتالي يا دكتور القاعده اللي احنا قلناها ان التراديشنال دوز قلنا مايت بي، يعني ربما تستخدم للسي ان اس بليدنج
بليدنج او الانترا كرينيال بليدنج، وبردك ربما استخدمها لحاجات تانية زي اللايف سيريتنج بليدنج. وبالتالي الاجابة عندي يا دكاترة بتكون ان انا هعطي 5000 وحدة بناء على التراديشنال دوز، ان الاي ان ار عندي اباف 6 وانا عندي لايف سيريتنج هيموريج او لايف سيريتنج بليدنج، الاجابة اكيد هتكون 5000 وحدة من البي سي سي. السؤال السابع والثامن والتاسع يا دكاترة تقريبا نفس الفكرة وخدناها قبل كده. بيقولك في السؤال الاول المريض بياخد الورفارين والاي ان ار بتاعه 11 وما عندوش اي نوع من البليدنج. السؤال الثامن زيه، السؤال التاسع الاي ان ار 12 وما فيش اي نوع من البليدنج، بالاضافة الى انك هتوقف الورفارين اومي 2 دوزز او يقولك سيفرال دوزز، هتعطي فيتامين كي الجرعة قد ايه؟ طب ما احنا قلناها قبل كده يا دكاترة، قلنا احنا هنعطي فيتامين كي اورال 5 ميلي جرام بالاضافة الى انك هتوقف الورفارين. هنا الاجابة هتكون بي، هنا الاجابة هتكون سي، هنا الاجابة هتكون اي، هنوقف الورفارين اوميت سيفرال دوزز اند جيف فيتامين كي 5 ميلي جرام. اسئلة بسيطة وسهلة وبتتكرر اكتر من مرة. السؤال العاشر فكرته اخدناها قبل كده، بيقولك ان الاي ان ار 6.5 اللي هو في الميد رينج ما بين 5 ل 9 وما فيش اي نوع من البليدنج. طيب ما احنا السؤال ده اخدناه قبل كده، ليه انا جايبهولك هنا تاني؟ انا جايبهولك هنا تاني عشان عايز اقولك نوع من الكونفيوز او الديلما بتحصل بين طلبة الفارماكوثيرابي او الامبيولاتري وبين طلبة الكريتيكال كير او الكارديولوجي او حتى العمل. الكونفيوز بيظهر في ايه؟ بيظهر في حتة الفيتامين كي، هعطي فيتامين كي في الميد رينج ولا لا؟ واحنا كنا قلناها قبل كده. يا دكاترة في الفارماكوثيرابي للأسف بيلخص الدنيا وبيقول ان في الميد رينج لما بيكون الاي ان ار بتاع المريض من 5 ل 9 بيقول بالاضافة الى ايقاف الورفارين دوزين او 3 جرعات او جرعة، احنا بنعطي لو دوز من الفيتامين كي من 2.5 ل 5 ميلي جرام. ده نص الكتاب بتاع بورد الفارماكوثيرابي او بورد الامبيولاتري. ولكن في بورد الكارديولوجي او كريتيكال كير بيبدا يقول لا، ان الموضوع على حسب الريسك اوف بليدنج زي ما قلنا في شرحنا. الصراحه في العمل احنا بنعتمد الاجابه دي يا دكاتره. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده ان فيتامين كي بيتخاف منه عشان الوارفارين ريزيستنس، وبالتالي انا ببعد عن فيتامين كي قدر الامكان طالما المريض في امان وما فيش بليدنج ولا في اي ريسك من البليدنج. وبالتالي الاجابه ايه؟ قد تكون الاجابه صحيحه لو ان نفس السؤال ده ولكن الطالب بيمتحن امتحان كريتيكال كير او كارديولوجي. ليه؟ لان ساعتها ما فيش عندي اي ريسك من البليدنج، فهو بيخاف من فيتامين كي، وساعتها هتكون الاجابه ان انا بوقف الورفارين جرعه او جرعتين او ثلاثه. ولكن بقى لو كان نفس السؤال ده في امتحان الفارماكوثيرابي للاسف هتكون الاجابه بي. واحنا لو هنخير نفسنا بين البراكتس اي البروتوكول او اي الاستراتيجي هتكون افضل، طبعا هنقول ان احنا بنوقف الورفارين فقط لمده جرعه او اتنين فقط لا غير، وبنعمل كلوز مونيتورنج للمريض اللي بيكون ادميتد او هنجيبه بعد يومين، ونبدا نشيك الاي ان ار، وبناء عليها بنبدا نحسب جرعه الورفارين اللي هتقل بنسبه 5% ل 20% حسب الريسك اوف ثرومبوزس. السؤال التالي سهل جدا، خلاص بقى هنبدا نتعود ان المريض اللي بياخد الورفارين والاي ان ار بتاعه 6 يعني في الميد رينج ما بين 5 ل 9 دي مش هتفرق معايا. انا هيفرق معايا الكي وورد دي، ان المريض هيعمل ايرجنت اوبريشن. طالما هيعمل ايرجنت اوبريشن يبقى اول حاجه بفكر فيها ايه؟ اي في فيتامين كي 10 ملي جرام ان اديشن تو البي سي سي بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، ولو ما فيش بعطي الفريش فروزن بلازما. الاختيارات المتاحه دي كانها فوازير، هل هعطي الاورال فيتامين كي 10 ملي جرام؟ اجابه خاطئه. هل هعطي الاي في فيتامين كي 10 ملي جرام؟ اجابه صحيحه. هل هعطي الاورال فيتامين كي مع الفريش فروزن بلازما؟ الكومباينيشن العجيب ده ما شفناهوش في حياتنا. هل هنعطي الفريش فروزن بلازما لوحده؟ ابدا، ده بتيجي بالاضافه الى فيتامين كي، وبيكون الاجابه عندي ب. السؤال اللي بعد كده نفس السؤال، بيقول لك ان المريض على ورفارين والاي ان ار بتاعه 6 هيعمل ايرجنت اوبريشن، هل هتعطي اورال فيتامين كي 10 ملي جرام؟ اجابه خاطئه. هل هعطي اي في فيتامين كي 10 ملي جرام؟ اجابه ممكنه. هل هعطي فيتامين كي بالاضافه للفريش فروزن بلازما؟ اجابه ممكنه. ولا هعطي اي في فيتامين كي بالاضافه الى بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت؟ الاجابه النموذجيه ان انا بعطي اي في فيتامين كي مع البي سي سي لما بيكون في عندي ايرجنت اوبريشن او انفيزيف بروسيدور او سيجنيفيكانت بليدنج. السؤال ال13 وال14
14 هم نفس الفكرة، ولكن الاختلافات في بعض الكلمات البسيطة. بيتكلم عن البيشن سيفتي جولز لطريقة التعامل مع فيتامين كي. الإجابة يا دكتور بكل بساطة هو إن أنا بحط فيتامين كي في الإمرجنسي كيت، يعني كل ما كان في الصيدلية، في الطوارئ، في الإمبيشن، في الأوت بيشن، في الديستشارج، في كل حتة، في كل مكان باجي بيبقى فيه كده عربية إسعاف أو مكان مخصص يتحط فيه الأدوية اللي هي الهامة زي الفيتامين كي، فهو ده البيشن سيفتي جولز، عشان لما يجي لنا مريض عنده نزيف من فيتامين كي ويطلب مننا الحقنة الفيتامين كي أو يتخذها عن طريق الفم، فبيكون الوصول ليها أسهل وأسهل. ممكن نلاقي أكتر من إجابة تانية، ولكن الفكرة كلها في البيشن سيفتي جولز. إيه الحاجة اللي تخليني أبقى مأمن على المريض ومحافظ عليه؟ هو أن أنا بضع الدواء في الإمرجنسي كيت أو الإي كارت أو الكراش إي كارت أو المكان المخصص لأدوية الطوارئ. أسئلة هتقعد تتكرر كتير، بيقولك أن المريض بياخد الورفارين الاي ان ار بتاعه 2، تحس أن إيه الرقم ده، ولكن هو عنده نزيف أيا كان بقى الرقم. إحنا قلنا لما بيكون عنده نزيف والاي ان ار بتاعه بيكون من 2 لـ4، ببدأ أحسب جرعة البي سي سي أنها تكون 25 يونت بير كي جي with maximum dose 2500 يونت in addition to IV فيتامين كي. أقول له جرعتها كمان 10 ميلي جرام ومفيش ريزلت، أقول له أنا مش هستنى أصلا، هو الريزلت مش هبان إلا بعد 8 ساعات، وبالتالي مين الأول in addition to فيتامين كي؟ أنا هضيف البروسرومبين كومبلكس كونسنتريت الفور بي سي سي. السؤال رقم 16 بيقول إن مريض بياخد الورفارين الاي ان ار بتاعه 6، هيعمل ايرجنت بي سي اي، هتعطيله ايه؟ على طول اي في فيتامين كي مع الفور بي سي سي بروسرومبين كومبلكس كونسنتريت. السؤال رقم 17 من اسئله الامتحانات للتدريبات على جزء الورفرين ريفرزل، بيقول لك ان مريض بياخد الورفرين عشان اترال فيبريليشن، الاي ان ار بتاعه ستيبل دايما بيكون ما بين 2 و 3، او يقول لك التي تي ار اللي هو التايم ان ثيرابيوتيك رينج بتاعه، اللي هو يا دكاتره يعني ايه تي تي ار؟ عشان اللفظ ده لما يقابلك في العملي، ان الورفرين بنقيسه بالاي ان ار، ولكن الاي ان ار في الاسبوع ده كان ستيبل، الاسبوع الجاي كان انستيبل، بعديها انستيبل، بعديها ستيبل. بنبدا نجيب متوسط القراءات دي في مده معينه عن طريق معادلات معينه، فبيطلع لي نسبه معينه، النسبه دي طول ما هي فوق 70%، فبنقول ساعتها ان الاي ان ار وزن ثيرابيوتيك رينج. فانا عندي ان التي تي ار بتاعي اباف 70 او اباف 65، والاي ان ار بتاعي بيكون بتوين 2 3، فالمريض عندي ستيبل او وزن ثيرابيوتيك رينج. المريض بدا يتعب من هو بيجي المستشفى كل شوية، انا ممكن اخلي المريض يجيلي ياخد الورفرين او يشيك الاي ان ار بتاعه عشان نبدأ نديله جرعة الورفرين الجديدة كل قد ايه بالظبط؟ هل كل شهر 4 اسابيع ولا 8 اسابيع ولا 12 اسبوع ولا كل 16 اسبوع؟ يا دكاترة السؤال ده الناس بتغلط فيه رغم انه سهل جدا. المدة الاقصى لما بيكون الاي ان ار ستيبل لمريض بياخد الورفرين هو ان انا بجيبه كل 12 اسبوع، كل 3 شهور، اكتر من كده ما ينفعش، ويفضل انه يكون كل 8 اسابيع طبعا في البراكتس، ولكن جايد لاين تقبل لغايه 3 شهور طالما الاي ان ار ستيبل. السؤال رقم 18 يا دكاتره، هنرجع تاني للكونفيوجن بين الفارماكوثيرابي وبين الكريتيكال كير او الكارديولوجي. يقول لك ان مريض عنده وارفارين عشان الدي في تي، الاي ان ار بتاعه 9، نو ايفيدنس اوف انترنال بليدنج، هل في اي ريسك فاكتور من البليدنج؟ لا مفيش. وطالما مفيش ريسك فاكتور من البليدنج، الكارديولوجي والبراكتس بيقول ايه؟ بيقول ان انا اوقف الورفارين هولد الدوز 2 دايز، وبالنسبه للفيتامين كي لا يفضل ان انا اعطيه طالما المريض مش هاي ريسك اوف بليدنج. ولكن بقى دكاتره في الفارماكوثيرابي بيقول لك لا، ده احنا هنعطي لور دوز اللي هي من 2.5 او 2 ملي جرام لغايه 5 ملي جرام. يبقى الاجابه ايه؟ انك هتوقف الورفارين 2 دوزز، هتعمل مونيتور للاي ان ار افتر 2 دايز، وهتعطي فيتامين كي 2 ملي جرام اب تو 5 ملي جرام. هقول له دي والله الإجابة المريحة نفسيا للفارماكوثيرابي، مقبولة لحد ما للبراكتس. يا دكاترة البراكتس ما هواش أبيض أو أسود، هو الفكرة إن الأي إن آر عندي 9، مفيش أي ريسك من بليدنج، مفيش أي إيفيدنس لأي حاجة. السؤال رقم 19 بيقول إن مريض كان بياخد الأسيتامينوفين الباراستامول للأوستيوأرثرايتس وكان عنده وارفرين، حصل دراج دراج إنتر أكشن والأي إن آر بتاع المريض عندك زاد من 1.6 لـ 6.6، جه الطوارئ ولكن بدون اي اعراض من البليدنج، هنعمل ايه دلوقتي يا دكاتره؟ بالنسبه للاسيتامينوفين ما
مع الوارفارين ده كاتيجوري سي بيتاخدوا مع بعض ولكن وسكولوز مونيتورنج، ولكن حصل ان الاي ان ار عندك زاد للجرعه دي. انا مش هيهمني هنا ان انا اوقف الاسيتامينوفين او لا، مش هي دي المعضله. انا كل اللي يهمني عندي هعمل ايه مع الوارفارين. طبعا اول حاجه انا اوقفه لمده يومين لغايه لما الاي ان ار ينزل للثيرابيوتيك رينج او ينزل لاكسبتابل رينج، وبعد كده برجع الوارفارين بريديوس دي دوز. ماذا عن الفيتامين كي؟ قلنا الفيتامين كي في الميد رينج او لما يكون الاي ان ار عندك من 5 ل 9 بيكون نوت ريكومندد لو ما فيش عندك ريسك اوف بليدنج. اصلا الاجابات كلها ما فيهاش فيتامين كي، الاجابه الوحيده المقبوله لدي هي ان انا بوقف الوارفارين لمده يومين وبشيك الاي ان ار بعد يومين. السؤال الرقم 20 بيقول ان المريض عنده اتر فيبريليشن وعنده ديبريشن بياخد له الفلوكسيتين، عنده جيرد وعنده الوارفارين طبعا عشان الاتر فيبريليشن، الاي ان ار للمريض وصلت 8 في الميد رينج ما بين 5 ل 9، مفيش عندك ساينس اوف بليدنج. بالنسبه للوارفارين قلنا هنوقفه ايه؟ هنوقفه جرعتين او يومين، ولما الاي ان ار بيوصل للثيرابيوتيك رينج او تحت الثلاثه يعني ساعتها ببدا اعطي الريديوز دوز من الوارفارين اللي بتقدر بان انا بقللها بمقدار 5 ل 20%، وبتكون الاجابه عندي بي. طبعا مفيش ان انا اعطي فيتامين كي اي في ولا 10 ملي جرام ولا اي جرعه. هنا لو كنا هنختلف على حاجه كنا هنختلف على الاورال فيتامين كي، لان الاي ان ار عندك 8. السؤال الاخير عندك يا دكاتره في الوارفارين ريفيرزال، بيقول لك ان المريض كان بياخد الوارفارين عشان الدي في تي، بعد 3 اسابيع الاي ان ار بتاعه المريض وصلت ل 8.4 دي في الميد رينج ما بين 5 ل 9، مفيش عندك اي نوع من البليدنج ومفيش اي ريسك فاكتور من البليدنج. ان اديشن تو هولدنج هيز وارفارين دوز هنعطي ايه؟ طبعا هنعطي فيتامين كي اورال، ولكن الجرعه هل هي 2.5 ولا 5؟ بص يا دكاتره عشان الحته دي بتلخبط الناس، احنا قلنا لما بيكون في الميد رينج اللي هو الاي ان ار ما بين 5 ل 9 يفضل ان انا ما اعطيش فيتامين كي اصلا لو ما فيش عندي اي ريسك فاكتور من البليدنج. الاكشن ده كان هيكون بريفيرد في البراكتس عندي، ولكن زي ما قلنا ان في بعض المصادر ومنها الفارماكوثيرابي بيقول ان في الميد رينج ده لو ما فيش عندك اي ريسك فاكتور من البليدنج ممكن تعمل حاجتين، انك ما تعطيش فيتامين كي اساسا، او لو هتعطي بتاعتي اللور دوز زي 2.5 ملي جرام. وبالتالي لو انت عندك الاي ان ار عندك عالي عن 5 ولكن اقل من 9 ما عندكش اي ريسك فاكتور من البليدنج، قدامك اختيارين، اما انك تقول مش هعطي فيتامين كي خالص او انك هتعطي لور دوز بمقدار 2.5. ولكن الاي ان ار لو زاد عندك عن 9 زي السؤال اللي قلناه قبل كده لما كان قايلنا ان هو 11.2 تقريبا، كنا ساعتها اختارنا الاجابه ايه؟ 5 ملي جرام. لكن اجابه السؤال اللي معانا ده حاليا هنعطي فيتامين كي لور دوز اللي هي 2.5 ملي جرام. وقبل ما نروح للريفيرزال اوف ذا واكس، تعالوا بينا يا دكاتره اعرفكم مجموعه من الادويه المهمه جدا. تعالى كده ظبط دماغك بحبه معلومات عن النون سبيسيفيك جنرال ابروتشز او يعني الهيموستاتيك ايجنت. ازاي امنع النزيف اللي بيجي للمريض من عده اسباب؟ ربما المريض بينزف مثلا بوست اوبرتيف، يحصل له بليدنج بوست اوبرتيف، او ان المريض يعمل تروما او حادثه تؤدي ان المريض ده يدخل لك في الهايبوفوليميك شوك. علينا وعليكم خير بقى بورد الكريتيكال او الكارديو، لما يقول لك ان احد الكرايتيريا للهايبوفوليميك تشوك ان المريض يكون فقد حوالي 30% من الدم بتاعه، اكتر من لتر ونص تقريبا، او ان المريض يكون حصل له ايسوفيجيال فاريسز اللي هي الدوالي بقى بسبب الكبد وكده. يبقى ايا كان انواع النزيف يا دكاتره، احنا ممكن نعطي انتي هيموراجيك اللي احنا هنعرفهم لما اكون عايز اتحكم في النزيف اللي عندي ده. عندي حوالي 10 مانجمنت او 10 نون سبيسيفيك جنرال ابروتشز، اولهم هي السبورتيف كير. اول حاجه يا دكتور اوعى تنسى ان البلاد كومبوننت اللي هو اكياس الدم او البلاد ترانسفيوجن او صفايح البلازما دي احد الطرق لعلاج مثل هذه الحالات. عندنا برضو الفلويد ريسسيتيشن، انك تبدا تعطي المريض صوديوم كلورايد او لاكتيت رينجر زي ما هناخد برضو في شابتر الكريتيكال كير. ممكن دكاترتنا الاطباء يدخلوا يعملوا للمريض سيرجيكال هيموستيزيس زي ما بيحصل مثلا بالكي بالليزر وغيره. يبقى اول حاجه هي السبورتيف مانج،
انسترومنت. نيجي بقى للدواء الاولاني وهو الاكتيفيتد تشاركول. كان في التوكسيكولوجي يا دكاتره لما يكون في عندك انجستد توكسين، اي مريض بلع اوفر دوز من الدواء وانت عايز تمنع امتصاص الدواء ده فيما يسمى بعمليه الادزوربشن، ساعتها بتعطي الاكتيفيتد تشاركول، ويفضل قبل ما الدواء اللي هو بلعه المريض سواء بكميات عاليه او بلعه بالخطا يعني اوميشن او كوميشن، يفضل ساعتها انك تعطي الاكتيفيتد تشاركول ده خلال ساعه او ساعتين من الانجيشن. تاني دواء عندك يا دكتور وهو الانتي فيبرينوليتيك او ما يسمى بالترانكزيميك اسيد او الامينوكابروك اسيد. عايزين نفتكر مع بعض الميكانيزم اوف اكشن اللي خدناها في مقدمه الموديول بتاعنا، لما كنا بيقول لما بيتكون عندك فايبر مش او شبكه التجلطات دي وانت عايز تدوبها، كان ساعتها بيحصل عندي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، ان البلازمينوجين بيتاكتف الى بلازمين، وكنا ساعتها قلنا ان انا عندي في مجموعه من الادويه اسمها فيبرينوليتكس اللي بتتمثل في الالتيبليز ريتيبليز تينكتيبليز والستريبتوكينيز، واللي يعني لو عايز تفتكرها بمصطلح يخليك تفتكر الاسماء شويه تقدر تقول خالتريتا تينك. كنا ساعتها بنقول ان الفيبرينوليتك اللي هي بتستخدم از تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور بتستخدم ان هي بتبدا تدوب لشبكه التجلطات، ولذلك الفيبرينوليتكس دي بتستخدم في الثرومبوزس العاليه جدا او الانواع الميجور زي ما قلنا في الماسيف بالمونر امبوليزم، او زي ما كان بيحصل في الاستيمي اللي هي اس تي اليفيتد ام اي. بيحصل بقى ايه يا دكاتره لو مريض اخد جرعات عاليه جدا من الفيبرينوليتكس، او ان المريض حصل له نزيف لاحد الاسباب اللي قلناها في اول التب اللي احنا لسه قايلينها من شويه، وانا ساعتها عايز اكون شبكه التجلطات دي، عايز اكون الفايبر مش دي، ازاي الجرعه العاليه من الفيبرينوليتك امنعها؟ ان انا ابدا اعكس اعطي ايه انتي فيبرينوليتكس اللي هو الترانكزيميك اسيد او الامينوكابروك اسيد. الادويه دي هتبدا ترتبط بالبلازمينوجين وتمنع عمليه الاكتيفيشن دي، وبالتالي هيبدا يتكون عندي شبكه التجلطات، فكان المريض كان عنده سيوله عاليه او نزيف عالي، انا ابدا اعمل له نوع من الكومبنسيشن واكون عنده الكواجيوليشن باسوي. بشكل عام يا دكاتره لما بنبدا نستخدم احد الادويه دي لازم يكون النزيف اللي عندك مش صغير، يعني مثلا مش زي المايلد بليدنج اللي بيحصل في المينستير والسايكل، لا لازم يكون نزيف ما بيقفش. فيفضل بقى ان كل الادويه اللي جايه دي تستخدم لما بيكون في عندك ميجور او لايف ثريتنج بليدنج، او يكون في عندك ماينور بليدنج اون جوينج ما بيقفش بعد ما عملت كل اللي عليك من الكومبريشن للبليدنج سورس. يبقى احنا ساعتها يا دكاتره بنستخدم الانتي فيبرينوليتك في الميجور او الان كنترولد ماينور بليدنج. وجرعه الترانكزيميك اسيد دي شهيره جدا ان هي عباره عن 2 جرام، الجرام الاول بيكون اي في بوش او اي في بولس على 10 دقائق، الجرام الثاني بيكون على 8 ساعات. وثبت ان الترانكزيميك اسيد بالجرعه دي بيقلل المورتاليتي ريت في حالات التروما لما بيتاخد جرعتين، 1 جرام على 10 دقائق، الجرام الثاني على 8 ساعات. وزي ما قلنا قبل كده ان من اسمه انتي فيبرينوليتك، يبقى انا لو عندي اوفر دوز او عندي ان الفيبرينوليتك بعد العمليات ادى الى نزيف وانا عايز اعمل ريفرز للايفكت اوف فيبرينوليتك، ساعتها ممكن نعطي مين الترانكزيميك اسيد. ومش بس الترانكزيميك اسيد اللي بيستخدم از انتي فيبرينوليتك، ولكن كمان ممكن اضيف له الفايبرينوجين اللي هو الفاكتور نمبر 1. فاكتور نمبر 1 ده يا دكاتره اسمه فايبرينوجين، ده هاي ريسك اوف ثرومبوزس، ولذلك احنا مخليينه دايما للعوزه، دايما متشال للحالات دي لما يكون المريض عنده ان كنترولد نزيف، وبالذات بعد العمليات الكبيره ممكن ساعتها نعطي فايبرينوجين. ومش بس الفايبرينوجين اللي ممكن اضيفه للترانكزيميك اسيد از انتي فيبرينوليتك، ساعتها ممكن كمان اضيف حاجه اسمها كيريوبروسيبتيت. الكيريوبروسيبتيت ده تقدر تقول ان هو عباره عن مجموعه من البروتين اللي بتعمل لك هيموستيزس، بنسميها بقى كلها على بعضيها هيموستاتيك بروتينز، وده عباره عن الفايبرينوجين او الفونفول براند فاكتور او فاكتور نمبر 8. كل البروتينز دي كلها على بعضيها تم بقى تحضيرها في ماده اسمها الكيريوبروسيبتيت، وبالعاده الكيريوبروسيبتيت ده بيستخدم في الميجور بليدنج بعد العمليات، او ان هو بيستخدم لما بيكون عندي لو فايبرينوجين لو الفايبرينوجين مش موجود. وبكده يا دكاتره احنا يكون اخدنا دلوقتي كام دواء في الهيموستاتيك ايجنت. اول حاجه خدنا الاكتيفيتد تشاركول يفضل خلال ساعتين، تاني حاجه الترانكزيميك اسيد او الامينوكابريوك اسيد، ولما بيكون في عندي نزيف او ميجور بليدنج من الفيبرينوليتك وانا عايز اعمل انتي دوت ليها، فساعتها بعطي الترانكزيميك برضو ان اديشن تو الفايبرينوجين اللي هو الفاكتور نمبر 1، او ان انا اعطي معاه كيريوبروسيبتيت في حالات الميجور بليدنج او لما بيكون عندي لو فايبرينوجين. كمان يا دكاتره من الادويه اللي بتستخدم
جهاز انتي فيبرينوليتكس هو دواء الابروتينين عن طريق ان هو بيعمل لي برضو انهبيشن لعمليه البلازمين، فكان الابروتينين برضو بيستخدم زيه زي الترانكزيميك اسيد، ويظل برضو استخدام الحاجات دي لما بيكون عندي ميجور بليدنج بعد العمليات، او ان انا اكون مش عارف اتحكم في النزيف الجاي من ادويه زي الفيبرينوليتك. فمن ضمن الاسئله اللي بين السطور لما كان بيجي بيقول لك لو عندك نزيف حاصل من الفيبرينوليتك زي الالتبليز ازاي تعمل له انتي دوت، ساعتها كنا بنقول ان احنا بنعطي انتي فيبرينوليتك زي الترانكزيميك اسيد او الامينو كابروك اسيد ان اديشن تو الفيبرينوجين او الكيريوبرسبتيد، بالذات لو عندي لو فيبرينوجين. والدواء اللي ممكن يستخدم برضو في الحته دي از انتي فيبرينوليتك اللي هو دواء الابروتينين. ونبدا ننتقل بقى للدواء السادس از هيموستاتيك ايجنت او انتي هيموراجيك نون سبيسيفيك جنرال ابروتشز، وهو دواء ديزموبرازين الشهير قوي باسم منيرين. الدواء ده انت عارفه اغلب الصيادله عارفين ان هو بيستخدم في الدايابيتس انسيبيدس، وطبعا الموضوع ده في توبيك الاندوكراين احنا مش هنتكلم عنه دلوقتي حاليا. انا عايز اقول ليه المنيرين او الديزموبرازين بيستخدم از هيموستاتيك ايجنت او في النون سبيسيفيك جنرال ابروتشز، وازاي الدواء ده بيستخدموه بقى دكاتره الهيماتولوجي. عايز افكرك بلفظ كده قلناه من شويه، فاكتور رقم 8 انت عارفه خلاص، انما ايه هو بقى الفون فيلبراند فاكتور ده يا دكتور؟ انت عندك هنا لو ان المريض حصل له نزيف قطع يعني بيبدا ينزف، فبيبقى فيه انواع معينه من البروتين بتساعد الكوليتنج فاكتور في عمليه البليتلت ادهيجن دي. احد انواع البروتين بروتين اسمه فون فيلبراند فاكتور، وبالتالي يا دكاتره المرضى اللي عندهم هيموفيليا او عندهم حاجه اسمها فون فيلبراند ديزيز دول عباره عن عنده ديفيشنسي هيرديتري وراثي، وبالتالي المريض بيبقى عنده نوع من النزيف كده لا ارادي باسهل الاشياء ممكن يحصل له اكزاسيربيت للنزيف اللي بيحصل ده. فلما يكون في عندي دواء زي الديزنوبرزين اللي هو بيعمل عمليه اثاره او تحفيز او ريليز للفاكتور ده اللي هو الفون فيلبراند فاكتور والفاكتور رقم 8، وبالتالي بيخلي الصفائح البليتلت تقدر تعمل كويس عمليه الاجريجيشن بتاعها عند الريسبتور اللي اسمه جلايكوبروتين 2 بي 3 اي ريسبتور، في التالي الدواء ده هيكون ليه فعاليه جميله جدا في حته الهيموفيليا او حته الفون فيلبراند ديزيز اللي هو النزيف الوراثي الناتج نتيجه الديفيشنسي في الفاكتورز والبروتين ده. الدواء ده لما بيستخدم في الهيماتولوجي بيكون بجرعه 0.3 مايكرو جرام بير كي جي. يبقى اول حاجه في الاستخدام هو احنا قلنا ان هو بيستخدم في عمليه الهيموفيليا او الفون فيلبراند ديزيز. الاستخدام الثاني نتيجه ان الدواء ده بيعمل لي تحفيز لعمليه البليتلت اجريجيشن، فلو ان المريض كان بياخد دواء انتي بليتلت زي الاسبرين او البي 2 واي 12 اللي هو الكلوبيدو جريل تيكا جريلول برازو جريل، وساعتها المريض حصل له نزيف من الاوفر دوز للادويه دي الانتي بليتلت، فاحد الاوبشن في علاجات ان انا اعمل ريفرزال للانتي بليتلت ده هو ان انا اعطي دواء الديزموبرازين، لان احنا زي ما قلنا ان هو هيبدا يحفز او يعمل اثاره للريليز اوف فون فيلبراند فاكتور الفاكتور 8، وهتبدا يحصل عمليه البليتلت اجريجيشن. لدرجه يا دكاتره ان نيور كريتيكال جايد لاين بتقول ان دواء الديزموبرازين ده جرعه واحده لو المريض كان بياخد انتي بليتلت ايجنت وحصل له انتراكرينيال هيموراج، جرعه واحده من دواء الديزموبرازين انزاميا، وده كان في اخر تحديث نزل للجايد لاين دي. الدواء ده يا دكاتره اسمه الكيميائي دي امينو دي ارجينين فازوبرسين اللي هو الاختصار ده يا دكتور. فيبدا بقى الشركات تتسارع وتبدا تعمل لك ادويه هيموستاتيك ايجنت تاني من الاسم ده، فيبداوا يعملوا استنباط للادويه اللي هي بتحمل نفس الاسم الكيميائي، فتلاقوا دواء زي الارجبرسين اخره فازوبرسين، او دواء اسمه ارجينين فازوبرسين هم كلهم واحد، او دواء اسمه تيرليبرسين، تلاقوا الدواء ده ليه هيموستاتيك ايجنت بالذات في نزيف المعده الجاستريك بليدنج، فتلاقوا تفسير ساعتها للادويه دي انها ليه بتستخدم في الهيموستاتيك ايجنت عن طريق انها بتقلل البلاد فلو في السبلانكينج فين. واخيرا الدواء الاخير اللي ممكن يكون ليه نفس الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم اللي هو دواء الاكتريوتايد. وبكده يا دكاتره نكون خلصنا هيموستاتيك ايجنت، مش بس هتساعدنا في الريفرزال اوف دواكس، ولكن هتساعدنا بشكل عام ان احنا لما بنكون في الرعايه او في الطوارئ او في السيتي اي سي يو الكارديو ثوراسيك سيرجري، ازاي نقدر نعمل تحكم في النزيف بتاعنا عن طريق 10 طرق. اول طريقه كانت السبورتيف كير، تاني دواء كان الاكتيفيتد شاركول، بيجي بعدين الترانكزيميك اسيد والامينو كابروك اسيد، وبدانا نشتق منهم مجموعه من الادويه على غرار نفس الميكانيزم اوف اكشن
دخل عندي دواء الابروتينين، دخل عندي دواء الفيبرينوجين، دخل عندي دواء الكاريوبريسبتات، ويجي بعد كده مجموعات الادويه اللي تقريبا نفس طريقه الشغل بتاعها، الديزموبرازين، الفازوبرازين، التيرليبرازين والاكتوريتايد. ويلا بينا يا دكاتره نتنقل على ريفرزال اوف دواكس. طبعا يا دكتور انت اكيد عرفت خلاص ان الدواكس عباره عن مجموعتين، المجموعه الاولانيه اسمها ثرومبين انهبيتور اللي بتتمثل في الدافيجاتران، المجموعه الثانيه اسمها اكس اي انهبيتور او فاكتور 10 انهبيتور اللي بتتمثل في الريفروكسابان، افيكسابان اند ايدوكسابان. فحاليا احنا هنعمل ريفرزال للمجموعه الاولانيه اللي اسمها ثرومبين انهبيتور بدواء شهير اسمه ايداروسيزوماب، ده سبيسيفيك انتيدوت للدافيجاتران. السبيسيفيك انتيدوت يا دكاتره لو قلنا جمله تختصر المانجمنت بتاعتهم كلهم على بعضهم، فلازم نقول ان السبيسيفيك انتيدوت بتستخدم فقط لما بيكون عندي ميجور بليدنج او لايف ثريتنج بليدنج او ايرجنت اوبريشن. ما اقدرش استخدم الايداروسيزوماب ولا الاندكسينيت الفا اللي هتيجي بعد كده في الريفرزال اوف اكس اي انهبيتور الا لما يكون عندي حاجه من الثلاثه دول، ان يكون في عندي سيجنيفيكانت بليدنج او لايف ثريتنج بليدنج او ميجور بليدنج، تاني حاجه لما يكون في عندي ايرجنت اوبريشن. الدابيجاتران يا دكاتره ثرومبين انهبيتور يعني بيعمل انهبيشن لفاكتور 2 اللي هو الثرومبين، وبالتالي لو انا عايز اعمل اسس للكو اجيولوباسي بتاع دواء الدابيجاتران عايز اشوف يعني الفعاليه بتاعته، فانا ساعتها يفضل ان انا اقيس الثرومبين تايم او ان انا ممكن اقيس كلوتنج تايم تاني زي البارشيال ثرومبوبلاستين تايم مثلا او غيره. طيب يا دكتور الايداروسيزوماب بيشتغل ازاي؟ ده في الاول وفي الاخر هو مونوكلونال انتي بوديز. انت عندك الدابيجاتران في الاصل ان هو ليه دواء مسيل دم او انتي كواجولانت عن طريق ان هو بيرتبط بالثرومبين، فبالتالي لو حصل نزيف من دواء دابيجاتران خلال تروما او بوست اوبرتيف مثلا وانت عايز توقف مفعول دواء الدابيجاتران ده هتعمل ايه؟ ساعتها هتقوم جايب دواء يقوم جاي للدابيجاتران كده ويقول له خليك انت كده على جنب وخلي الثرومبين يبدا يعمل لنا تاني كو اجيولوباسي او ثرومبوزس. يعني الدواء ده يا دكتور هو الايداروسيزوماب، ده ليه 350 تايم افينيتي ان هو يرتبط بالدابيجاتران ويجي يقول له كده ايه احنا هنعمل انا وانت كده كومبيتيشن انهبيتور واكيد انا اللي هكسب كدواء اسم ايداروسيزوماب لاني انا اقوى منك ارتباطا بيك وهمنعك انك تتدخل مع دواء الثرومبين. الدواء ده يا دكاتره بيجي كده في علبه 2 فايل، كل فايل عباره عن 2.5 جرام، الجرعه بتاعتنا عباره عن 5 جرام. بنيجي للفايل الاولانيه بنستخدمها از اي في بوش او بولس على 5 دقائق او 10 دقائق، ونقوم مستنيين برده 5 ل 10 دقائق ونبدا نستخدم الجرعه الثانيه اللي هي 2.5 جرام. نفترض ان المريض كان رينال امبيرمنت لانه لما دخل العمليه بقى اي كي اي مثلا، فده بدا ياثر لي على الاليمينيشن بتاع دواء الدابيجاتران، ولذلك كان دواء الدابيجاتران كان ممنوع اصلا لما الكرياتينين كليرنس بيكون اقل من 30، وبالتالي مع مرضى اللي حصل ليهم اي كي اي او رينال امبيرمنت هيبقى النزيف عندك ان كنترولد وهيفضل عندك اون جوينج لدرجه ان ممكن يحصل عندك هيماتوما، فالجرعه الاولانيه احتمال ما تجيبش معاك نتيجه واحتمال تلجا انك تعيد جرعه الايداروسيزوماب تاني. على كل حال ان الاديشنال دوزز كان بي ريبيتد اكوردنج تو ذا كيس. بنبدا نعمل مونيتور للكلوتنج تايم زي ما قلنا عند البيز لاين بعد ساعتين او بعد 4 ساعات وبعد 12 ساعه عشان نقيم عمليه الريزيستنس، لان ممكن في بعض الحالات ممكن يحصل ريباوند والدواء تاني يبدا يتراجع ويبقى موجود في الدم عندك. واذا افترضنا بقى ان المريض اخذ الايداروسيزوماب سواء جرعه واحده او جرعتين او ان المستشفى اصلا ما كانش فيها الدواء ده لان الدواء ده زي ما قلنا ان هو غالي جدا، بنبدا بقى نفكر في الاوبشن نمبر 2. لما قلنا قبل كده ان البي سي سي بيعتبر سكند تشويس او سكند اوبشن في حالات الريفرزال للدواكس، ويجي عندي هو البي سي سي بالجرعه اللي خدناها قبل كده ب 25 ل 50 يونت بير كي جي، ويجي عندك الاوبشن الثالث للريفرزال اوف دواكس وهو الهيمو دياليسيس، ده لان دواء الدابيجاتران يعتبر دياليزابل ميديكيشن وبالتالي اقدر استخدم الهيمو دياليسيس. اساسا يا دكاتره قبل 2015 قبل ما يطلع الايداروسيزوماب وقبل ما يطلع البي سي سي كان عندي بعمل مانجمنت للريفرزال اوف دابيجاتران بالهيمو دياليسيس. على طريق الكيس يا دكاتره احنا ممكن نستخدم اي دواء من نون سبيسيفيك جنرال ابروتشز اللي احنا قلناهم قبل كده. الطبيب يقدر يوصف الاكتيفيتد شاركول او الدرانكزيميك اسيد او التيزموبرازين او احد الكلوتنج فاكتورز زي ما قلناها قبل كده، ولكن يا دكاتره ثبت ان فاكتور نمبر 7 ده الفاكتور الوحيد اللي هو نوت ريكومندد سواء كان
كان في الدابيجاتران او هيجي بعد كده دلوقتي في الاكس اي انهيبيتور، لانه اصبح ملوش اي فاعليه، بل انه على العكس بيزود الريسك اوف ثرومبوزس. وقبل ما نحل كده كان سؤال تطبيقا على الجزء اللي احنا قلناه ده حاليا اللي هو الدابيجاتران ريفرزال، عايز افكرك لما المريض كان بيعمل الكتيف بروسيدور وعايز توقف الدابيجاتران قلنا ايه؟ لو الكرياتينين كليرنس اكتر من 50 كنا ساعتها بنوقف الدابيجاتران بيوم او يومين، بينما لو كانت الوظائف من 50 ل 50 ساعتها كنا بنوقف الدابيجاتران ممكن 3 ايام 4 ايام 5 ايام. السؤال الاول تطبيقا على اللي احنا قلناه بيقول لك انتي دوت للالتبليز او التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، سؤال كان جه بين السطور لطلبه بورد الكريتيكال كير، طبعا الاجابه هي احد الادويه الانتي فيبرينوليتيك اللي هو الترانكزيميك اسيد او الامنوكابريوك اسيد ان اديشن تو الكريبروسيبتيت او الفيبرينوجين على حسب الليفل اللي هيطلع لنا في البلاد سامبل من الفيبرينوجين، هبدا اعرف ان كنت هضيف الكريبروسيبتيت او الفيبرينوجين. كمان الدواء الرابع اللي ممكن استخدمه هو دواء الابروتينين، وبالتالي الاجابه اللي جت في الامتحان ساعتها هي الامنوكابريوك اسيد يستخدم از انتي فيبرينوليتيك او انتي دوت للالتبليز. المريض ماشي على الدابيجاتران لمده 3 شهور فاتوا وفجاه عمل حادثه موتور فيكل اكسيدنت، يعني مثلا وقع بموتوسيكل او حاجه، حصل له انتراكرينيال هيموريدج ميجور بليدنج، ابدا ادور على السبيسيفيك انتي دوت للدابيجاتران اللي هو دواء الادارو سيزوماب. نفس الفكره في امتحان اخر بمديول اخر بيقول لك ان مريض بياخد الدابيجاتران للدي في تي، عمل حادثه وجاي معايا بميجور بليدنج نيد ايرجنت اوبريشن، هبدا ادور على السبيسيفيك انتي دوت للدابيجاتران اللي هو دواء الادارو سيزوماب اللي ممكن يعمل لي ريفرز للايفكت اوف دابيجاتران ويحقق لي الهيموستيزيس خلال 6 ساعات. السؤال الاخير بيقول لك ان مريض جاي بانتراكرينيال هيموريدج انتراسيربيال هيموريدج، المريض كان ماشي على دابيجاتران للنون فالفولار ايفيب، اخد الادارو سيزوماب اوريدي 5 جرام اي في، بعد 4 ساعات ما زال المريض منتالي ديبريست، يعني لسه ما زال الحاله بتتدهور عندك لدرجه ان في عندك هيماتوما انلارجمنت، هتعمل ايه از هيموستاتيك ايجنت؟ يا دكاتره قلنا اول حاجه لو المريض اخد عندك جرعه من الادارو سيزوماب ولسه ما زال عندك اتاحيه انك تعطي جرعه ثانيه، ممكن تعطي جرعه ثانيه، وبالذات لما بيكون المريض عدى عليه عدد معين من الساعات، فساعتها نقدر نستخدم الادارو سيزوماب كان بريبيتد ان لايف سيريتنج بليدنج. وطبعا طالما حصل عندي هيماتوما انلارجمنت والحاله اكيوت انترا سيربرال هيموريدج، فقبل ما افكر في البي سي سي البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت وقبل ما افكر في الهيموداياليسز، لو تعرف تعيد الجرعه ثاني عيدها. وبكده يا دكاتره يكون انتهى عندنا الجزء الثاني الميجور عندي التوبيك في الموضوع بتاعنا وهو الريفرزال اوف دابيجاتران، ونبدا ندخل على الريفرزال اوف اكس اي انهيبيتور ريفروكسابان ابيكسابان اند ايدوكسابان. مما سبق يا دكتور نستنتج ان اي سبيسيفيك انتي دوت زي الادارسيزوماب نستخدمه يعمل لي ريفرز للايفكت اوف دابيجاتران لما بيكون في عندي سيجنيفيكانت بليدنج او ايرجنت اوبريشن، ونفس المفهوم هنا يا دكتور نفس الكونسبت، لما يكون في عندي سيجنيفيكانت بليدنج او ايرجنت اوبريشن من ادويه الاكس اي انهيبيتور ريفروكسابان ابيكسابان اند ايدوكسابان هنعطي سبيسيفيك انتي دوت اللي هو الاندكسينيت الفا. وزي ما قلنا قبل كده برضه يا دكتور ان الاكس اي انهيبيتور لو عايز اقيس الريسبونس بتاعهم فبيكون عن طريق ان انا اقيس الانتي اكس اي ليفل او البروثرومبين تايب. طيب فرضا يا دكتور مريض بياخد ريفروكسابان وحصل منه سيجنيفيكانت بليدنج وانا عاوز اجيب دواء يعمل لي انتي دوت او ريفرز للايفكت بتاعه، هعمل ايه؟ قام قال لك ايه؟ طب ما نعمل دواء يشبه في تركيبه فاكتور 10 فبيسموه ديكوي بروتين، كانه يعني فاكتور 10 مخادع، يقوم دواء الريفروكسابان مثلا اللي عمل لي نزيف عالي يقوم يتلخبط، فبدل ما يرتبط بفاكتور 10 الحقيقي يقوم يرتبط بدواء الاندكسينيت الفا اللي هو كانه فاكتور 10 المخادع يعني يا دكتور، ويظل فاكتور 10 حر طليق يعمل الافكت بتاعه اللي هو كومبنسيت للبليدنج اللي حصل عندي. طيب ده ممكن استخدمه عن طريق ايه؟ عن طريق تو بروتوكول، اما ان انا اعطي 400 ملي جرام اي في بولس فولود باي 4 ملي جرام بير مينيت اللي هو ده الانفيوجن على ساعتين، وده بيسمى الستاندرد بروتوكول او اللو دوز اندكسينيت، او ان انا اعطي هاي دوز اندكسينيت اللي هي 800 ملي جرام اي في بوش فولود باي 8 ملي جرام بير مينيت على ساعتين. امتى ده؟
وامتى ده. البروتوكول الاول يا دكتور بستخدمه اللي هي الجرعه الصغيره دي لما بيكون المريض اخذ جرعات صغيره من الاكس اي انهبيتور زي الابيكسابان 5 ملي جرام اور ليس دي في الجرعه الواحده 5 ملي جرام، او ان المريض اخذ ريفاروكسابان 10 ملي جرام، او ان المريض اخذ اي جرعه حتى لو جرعه عاليه ولكن عدى عليها 8 ساعات فاكثر. بينما البروتوكول اللي هو هاي دوز اللي هو 800 ملي جرام فولود باي 8 ملي جرام بير مينيت على ساعتين بستخدمه امتى؟ لما يكون المريض اخد ابيكسابان 10 ملي جرام او ريفاروكسابان بجرعتين 15 ملي جرام او 20 ملي جرام، او ان المريض يكون خد الجرعات خلال 8 ساعات فاتوا. فرضا انك مش عارف المريض اخد الجرعه بتاعته خلال 8 ساعات اكتر او اقل، فساعتها بيكون انون حتى لو كان عدى عليها 8 ساعات، وبنعطيه ساعتها الهاي دوز من الاندكسينيت. يبقى اول دواء بستخدمه في الريفرزال اوف اكس اي انهبيتور هو الاندكسينيت الفا. مش متاح في اغلب المستشفيات لان الدواء ده انسينلي اكسبنسيف، مش بس اكسبنسيف ده غالي جدا لدرجه الجنون، وبالتالي ساعتها البديل اللي عندي اللي ممكن برضو يكون غالي في بعض المستشفيات العربيه دواء زي البي سي سي البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت زي ما قلنا قبل كده بالجرعه بتاعته المذكوره. واذكرك يا دكتور ان انا عندي 3 اوبشن ما ينفعش استخدمهم لانهم غير فعالين نوت ريكومندد في الريفرزال اوف اكس اي انهبيتور: الفريش فروزن بلازما ملهاش اي تاثير، فاكتور 7 والهيموداياليسيز، نظرا لان التلات ادويه اللي عندي ريفاروكسابان ابيكسابان ايدوكسابان نون دياليزابل، وبالتالي الهيموداياليسيز مش هيعمل معاهم اي شيء، وبكده يكون عندي التو اوبشن اللي انا ينفع استخدمهم بس في الريفرزال اوف اكس اي انهبيتور: اندكسينيت الفا اور بي سي سي. هذكرك برضه يا دكتور اللي احنا بنستخدمه ده حاليا بيكون في الميجور بليدنج او في السيجنيفيكانت بليدنج الايرجنت اوبريشن. ماذا بقى لو كانت العمليه الكتيف بروسيدور؟ قلناها قبل كده في الجدول. الموضوع ده بيعتمد على هل العمليه اللي عندي ماينور ولا ميجور، الكرياتينين كليرانس 30 فاكثر ولا اقل من 30، وقلنا ان الجدول ده ساعتها بيكون مهم لطلبه الكريتيكال كير والكارديولوجي. السؤال الاول تطبيقا على اللي احنا قلناه حاليا، ان في مريض عندك بياخد ابيكسابان 5 ملي جرام توايس ديلي، عمل حادثه وادى ذلك الى ان في عنده ميجور لايف ثريتنينج، يا ترى هنعطيله ايه؟ ايداروسيزوماب، قلنا ده الانتيدوت للدابيجاتران، هنعطيه 8 وحدات من الفريش فروزن بلازما مع فيتامين كي انترافينس، ما خدناش بروتوكول بكده، هنعطيه البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، قلنا ده السكند تشويس في الاكس اي انهبيتور ولكن بجرعه 50 يونت بير كي جي انترافينس، من 25 ل 50 يونت بير كي جي انترافينس، وبالتالي الاجابه دي خاطئه. اما الفيرست تشويس عندي ان انا اعطي اندكسينيت الفا كفيرست تشويس كسبيسيفيك انتيدوت للابيكسابان. ليه الجرعه اللي عندي بتكون ستاندرد دوز 400 ملي جرام فولود باي 4 ملي جرام بير مينيت انفيوزد على ساعتين؟ قلنا لان الجرعه اللي بياخدها المريض دلوقتي من الابيكسابان هي جرعه صغيره 5 ملي جرام بير دوز، وبالتالي لما اجي اعطي المريض اللي عندي جرعه من الاندكسينيت هتكون الجرعه الصغيره وليست الجرعه الكبيره. السؤال التالي بيقول ان في مريض برضه عمل حادثه وقع على الاسفلت بدماغه فقام حصل له صاب ديورال هيماتوما هيموريدج، هيدخلوه عمليه عاجله سيرجيكال انترفينشن، المريض بياخد ابيكسابان 5 ملي جرام توايس ديلي ولكن اللاست دوز انون، يعني ربما يكون اخذ جرعته من ساعات بسيطه ساعه او ساعتين او ثلاثه، وبالتالي لما يكون في عندي لايف ثريتنينج بليدنج او الحاله بالمنظر ده التايم انون، فساعتها بعطي هاي دوز من الاندكسينيت الفا اللي هي 800 ملي جرام اي في بوش فولود باي 8 ملي جرام بير مينيت على ساعتين، وبالتالي بتكون الاجابه دي. وصلنا يا دكاتره ازاي نعمل ريفرزال للانجكتابل انتيكواجولانت، كنا خدنا منها حاجه قبل كده اثناء شرح الاورال انتيكواجولانت، وهو ازاي نعمل ريفرزال للفيبرينوليتيك الالتبليز الريتيبليز التينكتبليز، وكنا قلنا ساعتها ان احنا بنستخدم دواء انتي فيبرينوليتيك زي الترانكزيميك اسيد او الامنوكابريوك اسيد ان اديشن تو الكريوبرسيبتيت الفايبرينوجين او الابروتونين. حاليا احنا بناخد ازاي نعمل ريفرزال للهيبرين او الانفراكشنيتد هيبرين وال مولوكولار ويت هيبرين الانوكسابارين. عندي مجموعه من القواعد او المعلومات عايزك ترتبها في دماغك عشان تفهم الموضوع وتلخصه بشكل سريع. اول معلومه زي ما قلنا قبل كده انك عشان تستخدم الانتيدوت للهيبرين او الانوكسابارين لازم يكون في عندك سيجنيفيكانت بليدنج او ان يكون في بليدنج حصل بيفور اور ديورنج سيرجري، غير كده فانك توقف الدواء عدد معين من الوقت على حسب الهاف لايف هيبقى كافي لو في عندك مثلا ماينور بليدنج. يبقى دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه اللي عايزك تعرفها ان البروتامين سلفيت يعتبر سبيسيفيك انتيدوت للهيبرين
الهيبارين، بينما يعتبر نون سبيسيفيك انتي دوت للانوكسابارين يعني بيعمل لي ريفرزل للانتي كواجولانت افكت للانوكسابارين بمقدار 50-60% فقط، على عكس الهيبارين اللي ممكن يصل الى 100%. القاعده الثالثه اللي عايزك تعرفها وهي معامل التحويل، ازاي تحسب المعادله بتاعتك. عايزك تعرف ان كل 1 ملي جرام من البروتامين سلفيت بيعمل نيوترالايز او ريفرز للانتي كواجولانت افكت اوف 100 يونت من الهيبارين. يعني فرضا المريض بتاعك دلوقتي واخد 100 يونت من الهيبارين، انت عايز تعمل لهم ريفرز، هتستخدم 1 ملي جرام من البروتامين سلفيت. افري 1 ملي جرام بروتامين سلفيت نيوترالايز 100 يونت اوف هيبارين. اما بالنسبه للانوكسابارين فكل 1 ملي جرام من البروتامين سلفيت بيعمل لي نيوترالايز لكل 1 ملي جرام من الانوكسابارين. يبقى هنا 1 ملي جرام قصادها 100 يونت من الهيبارين او الدلتا بارين او التنازابارين، بينما الانوكسابارين 1 ملي جرام نيوترالايز لي 1 ملي جرام. دي الثلاث قواعد الاولى اللي انا عايزك تعرفها. القاعده الرابعه اللي هتسهل عليك الدنيا، ان مفيش جرعه من البروتامين سلفيت ازيد من 50 ملي جرام باستثناء عمليه واحده، وهي عمليه الكابج او الكورونري ارتري باي باس جرافت. يعني فرضا المريض جاله انترا سريبرال هيموراج اي نوع من النزيف، فالماكسيمم دوز عندك دايما بتكون 50 ملي جرام، حتى لو انك حسبت ان مثلا المريض يستاهل ياخد 80 ملي جرام ولكن المريض مش بيعمل عمليه كابج، فساعتها هتديله برضه 50 ملي جرام بير دوز. دورك بيتمحور هنا حول حساب جرعه البروتامين سلفيت. فنيجي نقول بالنسبه للهيبارين، حساب جرعه البروتامين سلفيت للهيبارين او الانوكسابارين بتعتمد على الهاف لايف. الهاف لايف بالنسبه للهيبارين بتكون هاف لايف صغيره من 4-6 ساعات. عشان كده بقى قال لك ان حساب جرعه البروتامين سلفيت بتعتمد على حساب الاكيوميوليشن اوف هيبارين في خلال الثلاث ساعات السابقه فقط لا غير. ازاي؟ لو فرضا ان المريض بياخد 1000 يونت بير اور، وفرضا حصل معاه سيجنيفيكانت بليدنج ومطلوب منك انك تعطي له بروتامين سلفيت، تحسبها له ازاي؟ قال لك تحسب له الاول المريض اخد هيبارين قد ايه على مقدار اخر 3 ساعات فقط لا غير. فالساعه الاخيره اللي انت فيها دي حاليا المريض اخد عندك 1000 يونت، تقوم ضايف عليها نص الانفيوجن ريت بتاع الساعه اللي قبليها اللي هي 500 يونت، كمان تقوم ضايف عليها ربع الساعه الثالثه، وبالتالي يكون المريض اخد خلال الثلاثة ساعات السابقة مقدار من الهيبارين 1750 وحدة. وتبدأ تعمل معادلة، اذا كان البروتامين سلفيت 1 ملي جرام بيعمل لي نيوترالايز لكل 100 وحدة، فلو انا عندي 1750 انا محتاج قد ايه من البروتامين سلفيت؟ يعني تقريبا بتقسم الرقم ده على 100، وبالتالي المريض بيكون محتاج 17.5 ملي جرام من البروتامين عشان يعمل لي نيوترالايز للهيبارين الانفيوجن اللي حصل على مقدار 3 ساعات سابقة. وده مصدر اخر مبسط للبروتامين سلفيت فليكس يساعدك بدل حساب على الثلاثة ساعات السابقة. بالنسبة بقى للانوكسابارين، لو المريض كان بياخد انوكسابارين وانا عايز اعطيله لاي سبب من الاسباب بروتامين، اول حاجة زي ما قلنا ان الموضوع ده بيعتمد على الهاف لايف، فالهاف لايف بالنسبة للانوكسابارين بتكون من 8-12 ساعة. فرضا ان المريض اخد جرعة الانوكسابارين خلال 8 ساعات سابقة وحصل سيجنيفيكانت بليدنج، فساعتها اقوم احسب له 1 ملي جرام من البروتامين قصاد كل 1 ملي جرام من الانوكسابارين. لو مثلا المريض وزنه 80 كيلو وكان بياخد جرعه 80 بي اي دي ثيرابيوتيك، وبعد 5 ساعات حصل سيجنيفيكانت بليدنج يعني ويزن 8 اور، هو كان بياخد 80 ملي جرام من الانوكسابارين، تكافئه قد ايه من البروتامين هتكون جرعه 80 ملي جرام؟ ولكن قلنا الماكسيمم دوز من البروتامين سلفيت هي 50 ملي جرام، فساعتها المريض اللي حصل له سيجنيفيكانت بليدنج على جرعه 80 ملي جرام من الانوكسابارين يكفي ان انا اعطيه جرعه 50 ملي جرام من البروتامين سلفيت. لو فضل عندك النزيف مستمر وانا عايز اعمل ريفرزل تاني للانوكسابارين، فبدل ما اعطي 1 ملي جرام من البروتامين لكل 1 ملي جرام من الانوكسابارين، هبدا اعطي نص ملي جرام لكل ملي جرام من الانوكسابارين. يبقى الهاف لايف الاولانيه ان الانوكسابارين يكون خلال 8 ساعات. طيب لو كان من 8-12 ساعه فبقلل الجرعه شويه البروتامين اللي هي نص ملي جرام من البروتامين فور اتش 1 ملي جرام
جرام من الانوكسابارين. اما لو كان الانوكسابارين اتاخد اكتر من 12 ساعه فما فيش فايده خالص لو انت اعطيت البروتامين سلفيت، مش هيكون ليه اي دور لانه اوريدي هيكون حصل له اليمينيشن من الجسم. بينما المريض بقى اللي كان بياخد دلتابارين او تنازابارين الهاف لايف بتاعته بيكون 4 ل 8 ساعات، فلو ان حصل سيجنيفيكانت بليدنج خلال 4 ساعات وانت عايز تعطي بروتامين فبتعطي 1 ملي جرام من البروتامين قصاد كل 100 يونت من الدلتابارين او التنازابارين. اما لو كان الدواء اتاخد خلال 4 ل 8 ساعات فساعتها بعطي نص ملي جرام من البروتامين قصاد كل 100 يونت من الدلتابارين او التنازابارين. الموضوع سهل جدا يا دكاتره، كل اللي انت مطلوب منك هنا انك تكون عارف ازاي بتحسب جرعه دواء البروتامين زي ما هنقول في الاسئله اللي جايه تطبيقا على اللي احنا قلناه حاليا. اول سؤال بيقول لك ايه من الاتي يعتبر نون سبيسيفيك انتي دوت للانوكسابارين؟ السؤال كان سهل جدا بس كلمه نون سبيسيفيك دي لخبطت الناس، طبعا البروتامين سلفيت. السؤال هنا بيقول ان في عندك مريض بدا هيبارين بروتوكول عشان عنده دي في تي وبالمونر امبوليزم، بداوا بالجرعه اللي هي 8000 يونت اي في بوش فولود باي انفيوجن 1800 يونت بير اور. بعد 12 ساعه المريض بدا يرجع دم، ازاي تعمل ريفرزل للهيبارين اللي خده المريض ده؟ احنا قلنا يا دكاتره اول حاجه بتحسب عندك المريض اخد هيبارين خلال الثلاث ساعات اللي فاتت قد ايه. الساعه الاولى من نقطه الصفر اخد عندك 1800 يونت، تقسمها على 2 يبقى 900 يونت، تقسمها على 4 يبقى 450 يونت، جمع كل عدد الوحدات دي يطلع عندك 3150 يونت. يبقى كده المريض عشان خاطر يتعمل له ريفرز للهيبارين ده محتاج ان انا اقسم الرقم ده على 100 اللي هو يطلع حوالي 31.5 ملي جرام من البروتامين. زي ما قلنا ان كل 1 ملي جرام من البروتامين بيعمل لي نيوترلايز ل 100 يونت من الهيبارين، وبتكون الاجابه عندي 31.5 ملي جرام، الاجابه سي. السؤال هنا بيقول لك ان في مريض بياخد الانوكسابارين عنده اكيوت بالمونر امبوليزم، بياخده بجرعه 80 ملي جرام مرتين يوميا، حصل عندك سيجنيفيكانت بليدنج، المريض اخر جرعه اخذها من الانوكسابارين كانت 80 ملي جرام خلال 4 ساعات سابقه، عايزين نبدا نعمل ريفرز للانوكسابارين دوز. احنا قلنا يا دكاتره خلال 4 ساعات فاتت انا كده بعطي 1 ملي جرام لكل 1 ملي جرام، المريض اخذ 80 ملي جرام من الانوكسابارين وبالتالي جرعه البروتامين المطلوبه هتكون 80 ملي جرام، ولكن انا عندي قاعده بتقول ان انا لا اتجاوز جرعه ال 50 ملي جرام وبالتالي الاجابه بتكون 50 ملي جرام. ماذا لو كان قال لي ان المريض اخذ الانوكسابارين دوز خلال فتره عدت ال 8 ساعات؟ كنت ساعتها هحسب له ايه؟ نص ملي جرام لكل ملي جرام من الانوكسابارين، وكان ساعتها هتكون الاجابه 40. اما الاجابه بالشكل الحالي فهي اجابه 50 ملي جرام، ودي اسئله يا جماعه مشهوره وبتيجي في امتحانات كتير والناس بتتلخبط فيها. السؤال الاخير في محاضرتنا بيقول ان في مريض بياخد انوكسابارين 40 ملي جرام ديلي عشان الفي تي اي بروفلاكسس، المريض وهو بيحلق دقنه قام معور نفسه فحصل له ميجور بليدنج اند ذا ميديكال تيم كانوت ستوب ذا بليدنج، ده هو كده ذبح نفسه مش عور نفسه. طيب اخد جرعه الانوكسابارين 40 ملي جرام في فتره عدت ال 8 ساعات 10 ساعات، ساعتها هحسب له ايه؟ هحسب له القاعده اللي بتقول نص ملي جرام من البروتامين قصاد كل 1 ملي جرام من الانوكسابارين، وبالتالي المريض هيكون محتاج ياخد 20 ملي جرام من البروتامين عشان يعمل لي ريفرز لجرعه الانوكسابارين 40 ملي جرام. بكده يا دكاتره نكون خلصنا ازاي نعمل ريفرز للانوكسابارين والهيبارين، تقريبا خلصت محاضرتنا، ولكن عايز اقول لك بس كلمتين على ريفرز لدوايين انجكتابل مهمين، الفوندابارينوكس والبيفالورودين. هم مهمين لانهم بيستخدموا في الهيبارين انديوز ثرومبوسايتوبينيا، فربما يحصل معاه سيجنيفيكانت بليدنج بعد ما كان حصل معاه هيت هيبارين انديوز ثرومبوسايتوبينيا، وقفت الهيبارين واضطريت انك انت تحول لاحد الادويه الاتيه البيفالورودين فوندابارينوكس او الارجاتوربان، هتعمل ايه ساعتها يا دكتور؟ بالنسبه للبيفالورودين فده انفيوجن، فكل اللي انت هتعمله انك هتوقف الانفيوجن وهتبدا تتعامل معاه سبورتيف كير بالنون سبيسيفيك جنرال ابروتشز اللي احنا قلنا عليها قبل كده. بالنسبه للفوندابارينوكس ده يعتبر اكس اي انهبيتور، وبالتالي فيك انك انت تستخدم البي سي سي البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، ولو ان الحاله كانت اكيوت ميجور بليدنج نون ريسبونس للادويه اللي هي تراديشنال او النون سبيسيفيك جنرال ابروتشز، ساعتها ممكن تستخدم فاكتور 7 از لاست لاين في البليدنج اللي هو ان كنترول. بكده يا دكاتره نكون خلصنا الحمد لله محاضره اليوم. عايز بس اذكرك ببعض الحاجات اللي احنا قلناها النهارده. لما جينا اتكلمنا عن الوارفرين قلنا ان احنا هنعمل له انتي دوت بي فيتامين كي بي سي سي فريش فروزن بلازما، لما جينا قلنا هنعمل انتي دوت للدابيجاترام بالايداروسيزوماب ريفروكسابان افيكسابان ايدوكسابان بالاندكسينيت الفا، لو كان عندنا هيبارين او انوكسابارين نقدر نعطي انتي دوت اللي هو البروتامين، اما لو كان عندنا التبليز او فيبرينوليتيك يبقى الانتي دوت بتاعها او ازاي نعمل ريفرزال ليها هيكون بالترانكزيميك اسيد، ان
اديشن 2 كيريوبرسبتيت فايبرينوجين او الابروتينين على مدار المحاضره كامله. قلنا ان احنا ممكن نستخدم النون سبيسيفيك جنرال ابروتشز زي الاكتيفيتد شاركول، الديزموبرازدين، الفاكتور 7، الترانكزيميك اسيد. وبكده يا دكاتره نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده، وان كانت المحاضره شويه ثقيله ولكنها ممتعه بمعلوماتها الجميله اللي هتنفعك ان شاء الله في كل البروتات فارماكوثيرابي امبيولاتري جيرياتريك كريتيكال كير كارديولوجي بورد. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.